السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد بقى اسمه من فوق على اليمين ان شاء الله. صوروا طيبين يا جماعة. شيخت 20 بس من ورايا اسمنا من فوق على اليمين قبل ما تدوس اوكي على ال احنا مش كتير النهارده، دي حاجة كويسة جدا. عشان ايه؟ ال غالبا اللي بيحتوي دلوقتي هم الناس القدام يعني، فدي حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي كده يا بابا. شايفين البورده بس مبدئيا ولا تمام؟ طيب في حد جديد هنا النهارده موجود؟ هاي انجلس عليك يا طارق. وريتو وريكم جنكي. الصوت مش واضح، الصوت واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ اهلا بيك يا محمد، منورنا ان شاء الله، ما تبقاش اخر مرة ان شاء الله. ده برضو ده اللينك بتاع الصفحة على الفيسبوك، لو تحب تشوف الفيديوهات على الفيسبوك هتبقى احسن يعني. طيب هو النهارده هناخد زي ما انا كاتب كده على البورد، هناخد شويه تمارين سماعيه كده خفيفه. التمارين دي بس انا عايز اشوف الناس هل هتقدر تجيب الكلمات اللي بتتقال ولا لا. بلس هيبقى فيه شويه يعني بوضح ازاي هتذاكر الفتره الجايه، ازاي ناوي تعمل ايه، او ايه المستوى. برضه انا عايز اعرف مستوى كل واحد من اللي دارسين لغه يابانيه او اللي بيدرسوا لغه يابانيه حاليا واصلين لفين، علشان اقدر احدد هو محتاج يعمل ايه الفتره الجايه كويس جدا، محتاج ينظم وقته ازاي ان شاء الله. يا ريت كل الناس الجست يغير اسمه، ولو في عندنا وقت في الاخر ان شاء الله اسمه ده هندرس شوية كده كده. انا عايز بس مبدئيا تشوفوا كده اذا كنتوا سامعين الحاجة دي ولا مش سامعين. يعني انا هفتح حاجة كده، عايزكم تشوفوا بس اذا كنتوا سامعينها ولا مش سامعينها. この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？それでその財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？学生証と図書館のカードと病院の診察券とカード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。クレジットカードはどうですか？クレジットカード、あ、それは入ってません。学生証と図書館のカードと病院の診察券とキャッシュカードね。はい、それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。すぐに銀行に電話してください。悪い人に使われると困るから。わかりました。学校や図書館へはその後で連絡すればいいでしょう。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？سمعت الكلام ده كله طبعا. في نادر كمان بيضحك. حاسس ان هو بي طيب مبدئيا انا عايز انا يعني اللي انا ناوي ادخل اللي انا ناوي اعمله دلوقتي، انا هدخل اولا على طول في الليكتشر دي ان شاء الله الناس الموجوده.
وهنبدأ دلوقتي. انا يعني واحدة واحدة كده هشوف ايه الكلام اللي اتقال وممكن نستفيد منه، ايه الكلام اللي اتقال وممكن نستفيد منه. بمعنى ان انا دلوقتي هسمعكم الكونفرزيشن دي. الكونفرزيشن قلنا قبل كده معناها كايوة، خلاص. الكايوة دي هنسمعها براحة، واحدة واحدة هتكتبوا الكلام على الكيبورد، هتكتبوه ايه اللي بيتقال، خلاص. وهنقول المعاني واحدة واحدة مع بعض لعلنا نستفيد. اهم حاجة لو قدرت تسمع كويس يبقى انت التمرين ده تمرين هدفه السماع والقدرة على الكتابة، يعني تسمع كويس بتسمع فعلا تقدر تكتب صح. ده اهمية التست اللي انا بعمله، او الكايوة دي، تمام؟ طيب انا هبدأ كده بالراحة، هعيد الكايو مرة تانية بس هعيد جزء جزء، اوكي؟ إتشبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。 أعيد تاني. طيب هعيد تاني ونشوف ايه الكلام. دي المحاضرة رقم 14 كانت 14. هعيد تاني. إتشبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。 ايه الكلمات اللي قدرنا نوصل لها؟ نطلع كده الكلمات اللي قدرنا نوصل لها. 1番 財布 1番 يعني 1番 ثواني معايا يا جماعة. يبقى إيتشيبان يعني first أو رقم واحد. تمام. الأول يعني رقم واحد. شكرا يا مستر نادر على حضورك. طيب يبقى الاول ماشي. وقال ايه، قالت ايه في الجملة؟ نعيد تاني. إتشبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官 أنا نهيب ازيك يا فندم. نعيد تاني. جلال أهلا يا جلال، حلوة يا بسمة، بدأت تلقط شوية. هي مش توست، هي هعيد تاني، هعيد تاني الجملة لآخر مرة. هي سريعة شوية بس هنحاول نلقط على قد ما نقدر الكلمات اللي اتقالت فيها، على قد ما نقدر. اكتبي على ورقة جنبك قد ما نقدر الكلمات اللي
ماشي، على قد ما نقدر الكلمات اللي طلعت في الجملة اللي فاتت. هعيد تاني،財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。やけどあれっけりめえたけどへん。لا لسه برضه، لسه. لا يا بسمة مش كده، معلش هسريع شوية. هنعيد تاني. إيتشيبان سايفو أوتوشتي شيماتا. جوشيغاكسيغا交番で警官と話しています。交番で警官と話しています。معلش حاول احنا النهارده بتمرين فري كده. اقول لكم المعاني ايه بس القطر الحاجات اللي انا قلتها. طيب طيب هعيد مرة تانية. حلوة ولاء، كويس ولاء لقطت كلمة، تمام. طيب هعيد مرة تانية. إيتشيبان سايفو أوتوشتي شيماتا جوشي غاكسي غا كوبان دي كيكان تو هاناشيتي إيماس. خلصت ايماس، ماشي. طيب نقول الجملة تاني كده يا جماعة، نقول الجملة براحة. هنقول الجملة براحة، هي بتقول لك ايتشيبان، خلاص. لا مش جوسي، جوسي جاكسي، مش جاكسي، جوسي جاكسي. يبقى رقم واحد، خلينا نمشي كده الكلمات مع بعض. سايفو اوتوشت يا وليد، مش توشت، هي بس انت مش سامعها كويس. اوتوشت شيماتا جوشي جاكسي، مش كاكسي، جوشي جاكسي. برافو يا بسمة. يبقى ها سايفو اوتوشتي شيماتا جوشي غاكسي غا سايفو اوتوشتي بالظبط، اوتوشتي شيماتا كهيبة، اوتوشتي شيماتا سايفو اوتوشتي شيماتا غاكسي غا كوبان دي، كوبان دي كي كانتو هاناشتي إيماس.
番で警官だ、警官に悪いって交番で警官と話しています。警官だぞって。طيب يلا حد يكتبها بقى كلها، حد يكتبها كلها، احنا هنقعد في الـ في الـ في, الـ في الاوديو ده كتير يعني، مش مشكله، المهم تتدربوا بس على السماع شويه. اكتبوها كلها على بعض، هعيدها تاني بس تكتبوها كلها على بعض. اوكي財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？انا عارف ان الكلام اللي بيتقال لكم ده كلام مش معقول، بس مش مشكله. طيب بسمة كتبت ايتشيبان؟ لا سايفو، سايفو ما تنسيش يا، ما تنسيش يا بسمة. ايتشيبان سايفو توشيتشيماتا غاكسي غا كوبان، يا بسمة كوبان مدي كوبان دي كيكان تو هانشتي ايماس بالظبط. طيب سايفو وطشته وطشته شيماتا، خد بالك غلطت يا جماعة، شيماتا دابل تي في شد، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ شيماتا غاكسيغا كوبان دي كي كانتو حناشت ايماس بالظبط. بس برافو، معناه ايه بقى الجملة دي؟ نكتب المعاني، معناه ايه بقى الجملة دي؟ سايفو يعني ايه؟ ايتشيبان احنا قلنا رقم ايتشيبان هو ما قصدوش في الجمله، لا هو ايتشيبان بيقول لكم رقم واحد، الجمله رقم واحد يعني. سايفو بالظبط، سايفو يعني محفظه. سايفو توشتا شيماتا، شيماتا يا، شيماتا يا هبه جاكسي، جوشي، جوشي جاكسي. انتوا كلكم نسيتوا جوشي جاكسي ليه يا جدعان؟ جوشي جاكسي I'm a guest، I'm a guest، خليك معانا وان شاء الله هتستفيد. خلاص جوشي جاكسي، خش بص يا I'm a guest، يعني يا ريت تخش على ال اليوتيوب تمام. خش عندي ثواني، انا هديك اللينك بتاع الصفحه بتاعتي تخش فيه، وهتخش على الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب وان شاء الله هتستفيد بإذن الله منها. اتفضل يا فندم، ادي البتاع. طيب لا لا مش طالب ابتدائي يا هبة، بصي هنمشي مع بعض، هنمشي مع بعض، خلينا مع بعض. بس انا عايز ايه؟ حد يكتب لي الجملة صح، يا ريت حد يكتب لي الجملة صح كلها. ايه شبان؟ عايزين كومة يعني فاصلة، ها وبعد كده ها سايفو توشت الشماتة جوشي غاكسيغا كوبان دي كيك هانتو هانشت ايماش. انا عايز الجملة تكتب لي صح، عشان الجملة اللي هتكتب صح هاخدها واعمل لها كوبي واكتبها لكم قدامكم ونبدا نشرح عليها ان شاء الله. نعيد تاني، اقولها لكم بسرعة ولا ببطء؟ سايفو وتوشتي شماتا جوشيغا كسيغا كوبان دي كي كان تو هانشتي ايماس. سايفو وتوشتي وتوشتي شيماتا يا جلال، شيماتا جوشي غاكسيغا كوبان دي كي كان تو هانشتي ايماس. جمال هاخدها منك، هاخدها منك وبس هعرفك غلطك ايه. انا كتبتها اهو،
طيب وتروش تشيمات ما تنساش الدبل تي دبل تي ماشي وجوش يجا كسي كلها على بعض كده وكيجا كو بندي كي كانتو هنشت وفصل ديماس ونقطة. طيب خلينا بقى نشرح الجملة معناها ايه. سايف احنا قلنا ايتشبان يعني ايه رقم واحد وهو قصده على يعني التمرين رقم واحد يعني مش قصده على حاجة تانية في التمرين. طيب بعد كده قال لك سايف او سايف يعني ايه الكلام ده مهم جدا ياريت كله يكتب سايف يعني محفظة. او ايه هي الاو اللي محطوطة دي اللي برافو ناس كتير جدا كتبتها دبليو او ما كتبتهاش او اداة ربط بينها وبين الفعل. احنا قلنا الفعل في الياباني بيجي في الاخر تمام بس هو هنا فعل بيقول لك اللي معناها اللي يعني الطالبة اللي وقعت محفظتها خلاص. وتوست شيماتا يعني وقع وقع يعني ايه وقع اسقط. وتوست شيماتا اسقط جايه من الفيرب الاصلي اللي هو اوتوشيماس او اضاع. يا سلام يا هبه اضاع صح برضو الاثنين صح اسقط او اضاع صح. انا احب كده الطالب اللي قدامي معايا كده يشتغل زي الفل حلو جدا يعني. طيب يبقى سايف اوتوست شيماتا اوتوست شيماتا جوشي جاكسي جوشي جاكسي جاكسي لوحدها قلنا ايه قلناها قبل كده دي سهله جاكسي قلناها ايه طالب جوشي جاكسي طالبه ولكن يعني طالبه صغيره لسه يعني حاجه زي ابتدائي كده تمام. يبقى سايف اوتوست شيماتا جوشي جاكسي جا خلاص جا هو برضو بارتكل زيه زي الاو يعرفك بقى ايه اللي حصل له بقى او بيعمل ايه دلوقتي. هي جا اللي هي بتلعب مكان الوا اللي هو في ناس كتير بتسألني ليه ما قالش وا. تمام يبقى سايفو وتوشت الشماتة جوشي جاكسي جا خلاص. كوبان كوبان يعني ايه كوبان لو ترجمناها حرفي هي البوليس بوكس بس هو يعني قصده عند البوليس بوكس يعني عنده عند البوليس بوكس. تمام على اعتبار ان عربيات الشرطة هناك في اليابان موجودة دايما ايه متلقاها في الشارع. يبقى شرطة كوبان دي عند الشرطة او يعني عند الشرطة كوبان. طيب كيكان بقى كيكان معناها ايه كيكان دي اختصار لكيساتسكان كيساتسكان يريد تكتبولي معناها كيساتسكان كيساتس يعني الشرطة كيساتسكان يعني شرطي كيكان هي اختصار لكيساتسكان كيساتسو كان بالظبط يا باسم برافو باسم متفوقة يا وليد النهاردة خد بالك مجاية سخنة تمام. طب والله كويس ان في دعم فني جه الحمد لله اخيرا يعني تمام كده. طيب يبقى كيكان تو هنشتي امس لا يا فندم دي محاضرة رقم 14 بس انا طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيكان تو هنشتي ايماس هنشتي ايماس يعني يتحدث مع. لا يا فندم ولا يهمك يا جزاوي ومنور يا سينتاكس منور. يبقى هنشتي ايماس يتحدث لا هو مش يريد هو بيتحدث مع. حضرتك تقدر تنورني في الصفحة
الصفحة اللي مكتوبة تحت هنا، ثواني اجيبها لحضرتك، صفحة تعلم اللغة اليابانية، وحضرتك من خلال التاب اللي موجود على الشمال تقدر تتابع الفيديوهات، وبرضو من خلال الملتقى الداري. ثواني يا جماعة معلش. بالظبط يا بسمة، بالظبط يا بسمة، هي فعلا فعلا بتوصف حالة الطالبة دي، وهي حاليا وهي بتتحدث مع الشرطة. بالظبط هو ده اللي عايز يقوله، هو ده اللي عايز يقوله، هو فعلا الطالبة دي دلوقتي اللي ضيعت، الطالبة اللي ضيعت المحفظة بتاعتها دلوقتي بتتكلم عند الشرطة مع شرطي. خلاص انت سامعني ولا لا؟ ولا انا ما تمام؟ هو دلوقتي بيوصف الحالة دي بقى. بعد كده هيخش في اللي بعده. حلو كده؟ طيب على فكرة أنا هختار حد وهيقوم هينطق الكلام ده كله. مش هسيبكم النهاردة غير وأنتوا حافظين الكلام ده حفظ. خلاص؟ وأنا مش هزهق. ما أملياش فيه. تمام؟ طيب نكمل الجملة؟ بس هعيد من الاول ونسمع كده كلنا مع بعض. إيتشيبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。 この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？ طبعا الجملة دي لما نعمل ايه؟ جابت لكم دواخان. انا عارف. الله الله يا جلال. كونوجوشي جاكسيجا او كونوجوشي جاكسيوا، هي بتقول ان بالنسبه للطالب اللي هيحصل معاه ده. تمام؟ هي بتقول نعيد تاني. طيب بصوا هنعيد براحه، هنعيد براحه. قالت ايه؟ كونو جوشي جاكسيجا، البنت دي او الطالبة دي مالها بقى؟ كوريكارا يعني ايه؟ ها لا مش ناو. من الان فصاعدا. يا سلام عليك يا وليد في الجون، حلو جدا يا وليد، برافو. جس 36 يا ريت تغير اسمك قبل ما تكتب. خلاص فعلا من الان فصاعدا. المفروض بقى انها تعمل ايه بقى؟ المفروض بقى انها تعمل ايه؟ ماشي. طيب هو قال لك كونو جوشي جاكسيجا، البنت دي كونو احنا خدناها، نفتكر ان احنا خدنا ايه؟ كونو. تمام؟ جوشي جاكسيجا البنت دي. تمام؟ كوريكارا. حلو؟ طيب كوريكارا ايه بقى؟ الجملة اللي هيعرف يجيب لي الحتة اللي هي دي يبقى شاطر جدا. ها انا مش هقول النطق. جوشي يعني بنت، جوشي بير. مرة في الأسبوع. أيوة يا فندم. طيب ساي شوني، يا سلام عليك يا جلال. ساي شوني
تمام؟ この女子学生がこれから最初にブザッブラボハーブハイダーテーニー انا عايزكم تشتغلوا كده يا جماعة انا عايزكم تشتغلوا كده انا عايز كل واحد يطلع كلمة لو طلعت كلمة انت نجحت لان المستوى ده يعني انا عشان افهمه انا قعدت 8 ساعات اتكلم ياباني فلو انت طلعت كلمة دلوقتي بهايل هبقى مبسوط مش هبقى متضايق تمام هعيد تاني هعيدها من الاول خالص ايتشيبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？طلاب الأعزاء إيه الأخبار؟ ها استنى بقى نشوف هيبقى كل كرة كونو جوسي ركسي و سايشوني ها هي يعني نكرمة طيب كويس اوكي كويس جيدة جدا محاولة جيدة جدا كونو جوسي ركسي و كوري كرة سايشوني سيناكا ماشي مايفش تسوغي نو كادو أبيض حد كتب أنجلز نهانيانسكا شيناكا بيبا طيب يعني إلى حد ما بس مضربه ها طيب أنا هعيدها مرة تانية ودي آخر مرة وبعد كده أنا هعيدها براحة خلاص أو أنا هأكد على الكلام اللي هي بتقوله この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？が交番で警官と話していますこの女子学生がこれから最初に最初にしなければならないこと最初にしなければならないことは何ですか？何ですか？交番で警官と話しています。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？最初にしなければならないことは何ですか？ブラボーや次のカード。この女子学生がこれから最初にしなければならないこと。ならないことやわりっ。ならないことは何ですか？ブラボー。やっらあらせん。へこっごむれてみるまろに。طيب ها لا انا لسه عايز اخد جملة حد يكون جملة كتابها صح لا بس ما مشيني شنا كونو جوشي غاكسي غا كوري كارا これから、ま、てんせいし、から、最初にしなければならないことは何ですか？ブラボー、バルドやガレール。はい、ねえ、ファンデム、はねっとらなさりでるわて、はなほべ、かめぜえ、わしゃで、はねっとらなさりはた。むしや、だめファンデム、しょっかん、ありがとうございます。طيب هي بس في غلط كده من عند جلال برضو كونو جوشي غاكسي غا كوري كارا سايشوني سايشو
وبعدين كوريا كان كوريا كان على بعض جيجا كسيجا سينا كريبا نارا ناي سينا كريبا نارا ناي كوتو وا نان ديسكا نارا ناي كوتو وا نان ديسكا. طيب راندو اهلا بك يا راندو. جوشيكا كسيوا هي كلمتين بس يعني كده كده بيكتبوا جنب بعض يعني لما يكتبوا بالياباني هيكتبوا جنب بعض هما كلمة واحدة. كونو جوشيكا كسيكا كوريكا راساي شوني شينا كده بانانا ناي كتو وانا نسكا. طيب مين اللي عارف اي كلمة من جوه الكلمات اللي اتقالت؟ اي كلمة غير كونو غير جوشيكا كسي ما فيش وداش اتقالت. ساي شوني في البداية في البداية هذا beginning يعني سايشو في البداية سايشو ني برضو في البداية هي ني بس بوتك المساعد شينا كريبا شينا كريبا شينا كريبا ناراناي شينا كريبا ناراناي يعني طيب حد يعرف حاجة؟ طيب ما تعرفوش. طيب يبقى الجملة دي معناها ايه؟ الطالبة كونو جوشي غاكسي الطالبة دي كوريكارا من الان فصل المفروض في البداية دلوقتي يعني المفروض في البداية اول حاجة شينا كريبا ناناي كوتو يعني الحاجة اللي لازم تعملها في البداية ايه؟ نانديسكا ايه الحاجة اللي لازم تعملها في البداية؟ شينا كريبا ناناي كوتو يعني الحاجة اللي لازم تتعمل في البداية هي دلوقتي كده المفروض ايه تعمل ايه بقى خلاص. كونو جوشي غاكسي غا كوريكا ساي شوني شينا كريبا ناناي كوتو وانان ديسكا ايه نان ديسكا وسؤال خدناها قبل كده خلاص. يبقى شينا كريبا ناناي معناها يجب ان يفعل يعني مثلا انا عايز اقول لازم اذاكر لو انا عندي الفيرب او الناون ده اللي هو بينكيو يعني مذاكرة فلازم اذاكر بينكيو شينا كريبا ناراناي او بينكيو شينا كريبا ناراناي. انتوا معايا ولا الناس مش عايا؟ طيب تمام خلاص ايه كل الكلام ده بيتسجل كل الكلام ده بيتكتب ماشي. يبقى يليك ايه ايتشيرا زاي فوتوشت شيماتا جوشي غاكسي غا كوبان دي كي كان تو هانشتي ايماس كونو جوشي غاكسي غا كوري كارا سايشو ني شينا كيريبا ناناي كوتو وا نان ديس كا. هي صعبة شوية بس ايه على قد ما تقدروا احفظوا الكلمات دي اللي هيفيدكوا زاي كوبان كي كان خلاص الكلمات كوري كارا سايشو ني جوشي غاكسي تمام يعني الحاجات دي ممكن تفيدكوا الى حد كبير. طيب نكمل ولا خلاص ارهقت نفسيا وعقليا؟ طيب هنكمل. إيتشيبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？それでその財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？たまんもあねえの部分で出る معاناة الجملة اللي تقال ده الطبيعي يا بسمة. ما هو الطبيعي ان هو يعني السورة دي ماشي. حاضر يا سينتاكس اديني بس 5 دقايق وهدي بريك او 10 دقايق بس. اظن معناها كان فيها فلوس قد ايه؟ لا يا بتجيلو كان لا لا هنعيد تاني الجملة اسمعوا واو それでその財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？ゴムラヤニフモンテハルフデア
طيب ايه الكلمات اللي عرفتوا تلقطوها؟ قولوا لي الكلمات اللي عرفتوا تلقطوها. طيب مبدئيا بس هنمشي واحدة اوكانية. طب كويس سوري دي سونو سايف. ها طيب كويس يا رندا، رندا بتجيب. اوكاني طبعا انت يا وليد اشقت على طول في كلمة اوكاني. ماشي سوري سونو سايف نوناكا ني. برافو يا بسمة، يا لهوي يا بسمة عليك. لا 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 هيلة هيلة. ها مين تاني؟ كويس الكلام اللي طلع ده كويس. نعيد تاني. وليد انت خلاص اتحطمت، انت بتجيب لي فلوس. وكان هو الكلمة اللي قطعها وكان فلوس مادي. طيب ها ايه تاني؟ يلا يلا طلعوا يلا. طيب هعيدها هعيدها تاني. حاضر. توا نان ديسكا؟ それで、その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？にしなければならないことは何ですか？それで、その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？ايه الاخبار؟ استنى نشوف هي بقى سوري تفهم صايف انك نيوا نيوا اوكاني نوهو كاني ناني جا هيتتان ديسكا. هو ده الجملة اللي كان عايز يقول سوري تفهم صايف نو صايف نو ناكاني ناكاني يتسجي نو كاب سنو صايف نو ناكاني اوكاني لا ناكاني وا اوكاني نوهو كاني ناني جا هيتتان ديسكا. حد يعرف يكتب الجملة دي؟ ناني جا هيتتان ديسكا. صعب هيتتان دي صعب هيتتان هيتتان صعب. انا عارف انها صعبة صعبة اوي كمان. لا برضو بس لسه محدش عارف يكتبها. لا محدش عارف يكتبها. طيب عامة حاولوا تاني. طيب هنحاول الجملة لآخر مرة وبعد كده انا هقولها براحة. ايوه يا ولاء ايوه يا ولاء حيتتن صح. برافو يا ولاء صح كده حيتتن. تمام طيب نعيد تاني الجملة. كوتو وا نان ديسكا؟ それで、その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？それで、その財布、なし、その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？يا ريت نكتب الجملة. انا اهو بالراحة اهو قلتها لكم بالراحة جدا. اوك ها سوري دي سونو سايف نو ناكاني وا اوكاني نو هوكاني ناني كا هايتتان ديسكا. انا قلتها بالراحة جدا. それでその財布の中には、には、の中には、それでその財布の中には、中にはお金の他に、ブラウブやバスマ。あいわ、何が入ってたんですか？
يلا انا بس عمال اخد ايه، عمال اخد حاجات جلال اللي بيكتبها جلال، ف يعني عايز بقى المريض ياخد حاجات حد تاني. سوري ده سونو سايف نو ناكاني وا وكانينو هوكاني ناني جا هاي تيتان. يعني بص يا تريجن وكده، انا هاخد الكلام اللي انت كتبته وده علشان انت الى حد كبير يعني الجملة كانت صح. كونو، لا ثواني مش في غلط، بس انا بس هصلح لك حاجة كده بسيطة. يا تسوجينو كاتو هو ليه ما بينسخش؟ مش عارف ليه ما بي، لا هقول لك ايه، هقول لك ايه، هقول لك ايه معناها. وليد اصبر يا ابني، اصبر يا ابني، دايما كده مستعجل وياتك بتحفظ. ماشي. سوري دي سونو سايفو نوناكا نيوا، نوناكا نيوا وكانينو هوكاني ناني جا هايتتان، هايتتان هايتتان ديس كا. ماشي، او هايتتان ديس كا صح بقى. طيب الجملة دي بتقول ايه؟ سوري ده ايه؟ سوري ده يقولها حسنا يعني، ماشي حسنا، او خلينا نكمل يعني الحوار، خلينا نشوف يعني. سونو سايفو، معلش انا سايفو دوناكا نيوا، بالظبط يا رسمة بالظبط. هل كان هناك يوجد شيء غير النقود في المحفظة، حاجة تانية يعني مع النقود؟ خلاص ماشي. سوري ده سونو سايف نوناكا ني وا اوكاني نو هوكاني، يعني حاجه غير الحاجه غير الفلوس، طبيعي ان هيبقى فيه فلوس. ناني جا هيتتان ديس كا، ايه اللي كان موجود غير الفلوس في جوه المحفظه؟ ناكا يعني جوه، نوناكا ني يعني جوه، تمام. يبقى سايفو نو ناكا ني، ناكا داخل، في داخل المحفظة، عشان اربط بحط نو، اداة الربط بتاعتي نو، تمام. سوري دي سونو سايف المحفظة دي، وهو قال لي سونو سايفو علشان استخدم سونو علشان السايف بتاعتها المحفظة بتاعتها هي، فبيقول لها سونو سايفو، تمام. ما انا كنت بفضل ان هو يستخدم انو سايفو. سونو سايفو نو ناكا ني وا اوكاني نو هوكاني، هوكاني يعني غير ده، حاجة تانية. ناني جا ناني، ناني ده سؤال، ناني ايه زي ناندس كان من فوق كده، خلاص. ناني جا حيت تاندس كا، ايه اللي كان موجود، ايه اللي كان موجود، ايه اللي كان في داخل الايه المحفظة، تمام. فهمنا ولا ايه النظام؟ تمام. طيب اوكي، ممكن ناخد راحة يعني 10 دقايق عشان نصلي وكده، وبعدين هنرجع تاني ان شاء الله. معاكم راحة 10 دقايق ونرجع تاني. باي باي. مرة تانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدارسين الأعزاء للغة اليابانية الغريبة، واللي مش عايزكم تفقدوا أعصابكم ولا تتضايقوا، ده طبيعي. ازيك يا كبكب، عامل ايه؟ متأخر يا متأخر يا كبكب. وبعدين يا تسوجي نكادو ما تخوفوش، ما تقولوش
والله يا فندم انا ما غيرتش الوقت ولا حاجة. هو الفكرة كلها ان احنا مثبتين الوقت على الساعة 2:30، يعني من اول اتفاقي مع ملتقى الدارين ان احنا مثبتين الوقت على الساعة 2:30، تمام؟ فانا جيت اخر محاضرتين غيرت المحاضرتين للساعة 4. فامبارح بصراحة دي غلطتي، انا ما بلغتش ملتقى الدارين ان انا عايز يعني اثبت المحاضرات تبقى الساعة 4 بعد كده، لان ده التوقيت اللي انا عايز اعمله للساعة 4، بعد كده المحاضرات كلها تبقى الساعة 4. فصراحة ملتقى الدارين يعني ما لهمش اي ذنب، هم ثبتوا الوقت بما اني ما جالهمش اي كونفرميشن مني ان انا هلغي او هكمل، فهو اعتبر ان المحاضرة شغالة بلا مشاكل. عشان كده هو ده اللي خلاني بس ان هي تبقى 2:30 النهاردة، وان شاء الله المره الجايه باذن الله هتبقى الساعه 4. اكمل يا فندم، ما فيش مشاكل. يعني انا هتكلم في حاجات يمكن تفيدك، يعني بعد ما نخلص الكونفرزيشن اللي عندنا، المحادثات اللي عندنا دلوقتي، هنخلص كده شويه تمرين كمل، وبعدين ما فيش مشاكل. لو فيها اي اسئله ولا حاجه اقدر اجاوب حضرتك عليها باذن الله. يعني الفكره كلها ان هي مش غلطه ملتقى الدارين يا كبكب خالص، دي غلطتي انا. وانا ان شاء الله هتكلم مع ملتقى الدارين هم باذن الله يثبتوها بقى الساعه 4، لان الساعه 4 بيبقى احسن، ناس راجعين من الصلاه مخلصين كله تمام، يعني ده احسن ميعاد اذا في الغالب. يعني طيب كنا بنعمل ايه للناس اللي يعني اللي كبكب، عشان كبكب يعني بيحضر بقاله كتير. كنا بنعمل كونفرزيشن كده، كونفرزيشن قلنا بالياباني يعني ايه كايوا. كنا بنعمل كايوا، الكايوا دي بنسمع منها، بنحاول على قد ما نقدر نطلع منها كلمات. الكايوا سريعه جدا انا عارف، بس يعني هو ده اللي انا قدرت احصل عليه من على الانترنت بجد، يعني ما قدرتش احصل على حاجه تانيه. بلس ان انا في تيست كده برضو صغير هعمله لكم بعد شويه، لذيذ يعني، حاجة لذيذة كده ان شاء الله تسمعوها كده، هتبقى حاجة يعني ان شاء الله كده ظريفة يعني، هسمعها لكم بعد ما نخلص الكونفرزيشن اللي احنا فيها دي باذن الله. خلاص نكمل. انا هقول الكونفرزيشن دلوقتي، هعيدها لكم من اول وجديد، ونشوف بقى الجزء الجديد اللي دخل فيها. 1番 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。 この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？ それで、 その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？ 学生証と図書館のカードと病院の診察券と、 カード類は？ あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。 その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？ 学生証と。 احنا اتفقنا في حاجة بس نسيت اديها لكم، ان في الجملة الاولانية هنا خلاص تو يعني مع، تو يعني مع، او تو يعني وي، و يعني ايضا اند. خلاص لا هي دي الخدعة بقى يا بسمة، هي دي الخدعة، هي خدعتك. جاكسي انت قلتوا، هي قالت جاكسي شوتو، لا جاكسي شو دي كلمة على بعض، جاكسي شو دي كلمة على بعض، الاي دي بتاع الطالب اللي هو الاي دي بتاعي يعني. بالظبط ايتو جاكسي شو تو في، تمام؟ طيب ايه تاني؟ نشوف كده نعيد تاني.
この財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？学生証と図書館のカードと図書館のカードと図書館やらなくてぶり図書館図書館メシアランダエットやランダエットダブル T 学生証と図書館の図書館のカードとブラブヤカッカ学生証と図書館のカードカードミシカードや次図書館図書館ケルマアラバ図書館やにマクタバ図書館やにアルマクタバ وكلمة دي مهمة جدا نكتبها ياريت كله نكتب على كراسة كده على جنب خلاص اتو هنا معناها ايه مش اتو بتاع كود بوا لا مش اتو بتاع الكاميرون اتو هنا معناها اصل البص هي دي معناها بالظبط زي بسمة ما قالت كده سلام عليك يا بسمة طيب يبقى باكسي شوتو توشوكان نو كادو الكات بتاع الايه بتاع المكتبة تمام توشوكان نو كادو حلو كنت لسه هسأل عليك يا وليد كنت لسه هسأل عليك دلوقتي اقول انت فين هبعت لك على البي بي ام بتوحشني طيب ها ايه تاني انت بعت لي حاجه ما جاليش حاجه يا ابني والله منك انا البي بي ام بتاعي معلش الموبايل بتاعي مهيس مهيس شويه لا مهيس مش بيجي لي حاجه لازم افتحه واقفله تاني تمام طيب ها توشكان ايه يعني ايه طيب قلنا توشكان يعني مكتبه نو هنا اديت ربط اداه ربط كادو اللي هو الايه كارت ودي خدناها لو تفتكروا خلاص طيب نكمل この中にはお金の他に何が入ってたんですか学生証と図書館のカードと病院の診察券とثواني عشان في كلمة كده انا هشك فيها ثواني توتو لوينا شينساتس كينتو ثواني خليكم معايا طيب لقطها انا خلاص يا سلام عليك يا وليد يا سلام عليك يا وليد برافو برافو بيوين نو شينساتسو كن بيوين نو شينساتسو كن تمام وليد رجع بقوة بيوين نوشن فاتسكين يعني ايه بيوين نوشن فاتسكين بيوين يعني مستشفى جميل شن فاتسكين يعني ايه
انا احنا ما عندناش الكلام ده. لا هو مش ريبورت، هو كونسلتيشن، كونسلتيشن تيكت، اللي هو يعني زي ما تقولوا كده استشاره، ورقه الاستشاره بتاعت المستشفى. اللي هو يعني اللي هو التذكره، تذكره ان انا عندي مثلا استشاره مع دكتور فباخد تذكره، فدي التذكره بتاعت المستشفى دي. خلاص طيب تمام كده. خدوا بالكم هتكتبوا الجمله دي كلها في الاخر، علشان احنا كلنا بنكتب الجمل دي وهنراجعها تاني في الاخر. هنعيد تاني. それでその財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？学生証と図書館のカードと病院の診察券と、カード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。はい。カード類、カード類、ミシレワ、カード類、やにノアルカーテイ、ノアルクルーテイ。ファーハッ、アイレルヘ、アイレルエイ。アイレットロケダケルメフェレー、ナイテイン。カード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。銀行のキャッシュカード。が入っていました。ما هي تو معناها واء، برافو يا وليد، عشان انت ما حضرتهاش، انا شرحتها بس انت ما حضرتهاش. تو يعني واء، كادو نو، هقول يا جسم 58، هقول لحضرتك حاجه. المشكله ان الكورس ده طويل جدا، يعني الكورس ده ممكن ياخد 40 50 محاضره، وانا متوقع ده ممكن يقعد سنه، فاهم؟ بس عشان نعدي الناس لمرحله، لان رقم واحد لازم نفهم حاجه، احنا على الانترنت والانترنت برضه مش زي الطبيعي، فانا بحاول على قد ما اقدر اركز على نقط، على بوينتس كده ان اللي قدامي يقدر يفهم ويقدر من غير ما يروح لمركز ولا حاجه. فالمساله دي بتاخد وقت، فممكن المحاضرات تاخد 40 50 محاضره احنا قاعدين يعني، تمام؟ فاكيد للاسف مفيش كورس تاني هيبدا. هي بس الفكره كلها ان ملتقى الدقيقين بيسجل المحاضرات دي، وان في الفيديوهات اللي انا يعني والله مش عارف اعملها من الوقت، تمام؟ بس عادي لو نكررها، اصل تو 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 يعني وا وا وا. خلاص يبقى جينكو نو كاسو كادو. يا سلام عليك يا رندا. جينكو، احنا قلنا جينكو لو تفتكروا في الدرس الاولاني، قلنا جينكو. خلاص جينكو يعني ايه؟ بنك. يا سلام. كاشو كادو اللي هو ايه؟ كاشو كادو، كاشو كادو حاجه زي عامله زي الاي تي ام كده. جينكو نو كاشو كادو، حاجه بتسحب بيها كاش. جينكو نو كاشو كادو جا هايتتا هايتتا ايماشتا. كريديتو كادو هو دوですか؟ كريديتو كادو؟ それは入ってません。学生証と図書館のカードと病院の診察券とキャッシュカードね。はい、それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。すぐですか？学生証と図書館のカードと病院の診察券と、カード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。銀行のカッシュカードが入っていました。はい、ネカンメル。クレジットカードはどうですか？クレジットカードはどうですか？クレジットカードはどうですか？クレジットカード、ヘルケンフィクレジットカード、ولا لا カッシュカード。انا ما اعرفش بصراحة النظام في اليابان ماشي ازاي، في اليابان ماشي ازاي عشان مش في اليابان، بس تمام. كاش كارد ده بتسحب بيها فلوس كاش، الكريدت كارد حاجة تانية خالص. فكاش كاردو كان موجود ده هيت ايماشتا، وكريجيتو كادو دو ديسكا بيقول لها طب ايه بقى بالنسبه لل
الكريدت كارد ايه النظام؟ خلاص ايه بالنسبة له؟ هاو اباوت يعني هاو اباوت ذا كريدت كارد؟ خلاص طيب يا ريت نكتب الجملة لغاية كريدت كارد، يا ريت نكتب الجملة كلها كده اللي فاتت دي كلها تمام بالرومة جي، وانا هعيدها لاخر مرة، يا ريت نكتبها كلها كده على بعض، كل واحد يكتبها بوست واحد بس، مرة واحدة بس. نكتب شنساتسكين كلمة على بعض تو. طيب وبعدين ضربت ايتو حلو جينكو نو كاشو كادو. لا هو نسي، انت نسيت تقولي حاجة نسيت تقولي كادو رويا جينكو نو كاشو كادو ايوه كل يكتب كده تمام. ها يلا مستني على فكرة هي بس يعني هي كاسو كادو دي هتلخبط شوية ومش اي حد هيكتبها صح تمام. طيب هكتبها لكم هي رخمة شوية هي دي كاسو. اصل هو ما بيقولش كاسو، هو بيقول كياسو كادو. هي صعبة شوية لازم تمرين عليها. كياسو كادو ماشي كاسكادو خلاص. ايه تو جاكسي شو يا جماعة همد جاكسي شو مد مش جاكسي شو جاكسيشو. هاخد مين جاكسيشو توتوشو كان نو كادو تو بيوين نو شنساتسكن تو كادو ريوا جينكو نو كياش كادو غا حيتي ايماشتا ياند كريجيتو كادو. لا اللي انت كتبتيها دي كريدت كارد. كريجيتو طبعا الحاجات دي كو اي جيتو كادو كريجيتو بالظبط كريجيتو. طيب
طيب وليد ايه توكك خي شو يا جدعان؟ مدوا يا جدعان مدوا، ليه مش عايزين تمدوا؟ مش هنمد؟ وفين بسمة وفين الناس؟ سكتوا ليه كده؟ مش عارف ليه ما بيعملش كوبي من ال طيب ايه تو جاكسي شو عايزين نمد جاكسي شو تو تو شو كان نو كادو تو بيوين بيوين نو سين ساتسو كين تو كادو ريوا カード類は銀行のキャッシュカード。キャッシュカードが入っていま入って入っていましたクレジット ولا يهمك يا سوكا انتي منورانا بس خليكي معانا クレジットカードはどうですか طيب جميل جدا ماشي دي الجمل لغاية دلوقتي اللي اتكتبت دي حاجة هايلة ماشي نبدأ نشرح الجملة جاكسيشو احنا قلنا يعني ايه جاكسيشو جاكسيشو يعني الاي دي بتاع الطالب اللي هو student ID الاي دي بتاعي يعني خلاص توشو كان نوكادو يعني الكارت بتاع student ID ماشي يا انت توشو كان نوكادو يعني اللي هو الايه الكارت بتاع المكتبة بطاقة كارنيه المكتبة يا سلام كارنيه المكتبة يا تسجيلو كادو كارنيه المكتبة طيب بيوين نو شينساتس كين اللي هو ايه التيكت بتاعة اللي هي تيكت الفحص او استشارة او تذكرة فحص مثلا خاصة بيه المستشفى خلاص اللي هو برضو ممكن نسميه كارنيه المستشفى او تذكرة مستشفى تمام كادو ريوا لا طب نوع الكروت ايه قالت له اه افتكرت نوع كروت تانية فقالت له جينكو نو كاشو كادو جا هيت ايماشتا قالت له كان برضو موجود الايه الكاش كارد بتاع تقريبا كده بتاع البنك حاجة بتسحب منها من البنك كده تقريبا اصل الكريدت كارد فعلا مختلف عن الكاش كارد الكاش كارد ده اللي هو اللي بتسحب منه على طول من الاي تي ام من المكنه بتاعه الاي تي ام بتسحب منه على طول لكن الكريدت كارد ده بيبقى حاجه تانية من على من الاي تي ام ده بيبقى فيزا وكده يعني خلاص طيب كريدت كارد هو دورس كارد طب ايه بقى بالمناسبه عن يعني عن الكريدت كارد نظامه معاها ايه فيه ولا مفيش تمام احنا فاهمين لغايه هنا واضح ان كل الناس مذهلنا تماما تمام جدا طيب هنكمل هنعيد من الاول خالص بقى واسمعوا خلاص وشوفوا كده الدنيا عاملة ايه ماشي اتشبان 財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？それで
その財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？学生証と図書館のカードと病院の診察券と、カード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。クレジットカードはどうですか？クレジットカード？あ、それは入ってません。学生証と図書館のカードと病院の診察券とキャッシュカードね。はい、それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。すぐに銀行に電話してください。はい。ها فاهمين الجمل اللي اتفهمت شوية يعني الى حد ما كده. هو في الاول بدأ يشرح موقف, بدأ يشرح مشهد هيتكلم عليه. المشهد ده ان في بنت ضاعت منها محفظة, خلاص وقعت محفظة, فبتتكلم مع الشرطي عند الشرطة, تمام. بعد كده المفروض البنت دي تعمل ايه, او ايه الحاجات اللي لازم تعملها في البداية. ف المشهد كده بيتقال لي ايه المفروض البنت دي تعمل ايه, وراح داخل على المشهد ده اللي هو خلاص. اصل اليابانيين دايما في الكونفرزيشن بتاعتهم بيعملوا ايه, بيقول لك المشهد ماشي ازاي. بنت بتكلم شرطي, احنا قلناها دي في رقم واحد هنا. بنت بتكلم شرطي, البنت دي عملت ايه, ضيعت محفظة. بعد كده المفروض البنت دي بقى تعمل ايه بعد ما تكلم الشرطي, ايه المفروض رقم واحد تعمله بعد ما بتكلم الشرطي ده, ماشي. الكونفرزيشن بقى اللي هتحصل, تمام, المحادثة اللي هتحصل هي اللي هتقرر, هي اللي هتقول ايه اللي هيتم او ايه اللي حصل والمفروض هي تعمل ايه, تمام. فبدأ يسألها كان داخل ايه جوه المحفظة دي غير الفلوس. قالت له كان عندي الستودنت كارد بتاعتي, ال بطاقة التعريف بتاعت المدرسة كطالبة, الكارنيه المكتبة, تذكرة للمستشفى. فقال لها طب ايه تاني انواع قروض؟ قالت له ده في حاجة اسمها الكاش كارد, الكاش كارد ده بتاع البنك بتاعي كان موجود. فبعد كده قال لها طب والكريدت كارد؟ قالت له ايه بقى الكريدت كارد ما كانتش موجودة, ما كانش فيه كريدت كارد, خلاص. الجملة بقى اللي بتقول تمام ما كانش فيه كريدت كارد, هنعيدها تاني من عندها ويعيد تكتبه. كارد؟ それは入ってません。学生証と図書館のカードと病院の診察券と هنعيد تاني اهو. カード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。クレジットカードはどうですか？クレジットカード？あ、それは入ってません。クレジットカード？あ、それは入っていません。それは入っていません。クレジットカード？あ、それは入っていません。ブラボー、ヤワリード。ハードハーメン、ワリード。ハードルコピープラティメン、ワリード。あ、もっとあれ、バスタシール、ハイテンゼーダ。シャンアルファーディショウエア。هو ليه ما بيت صح يا فندم؟ قالت له لا ما في, قالت له لا ما فيش الكريدت كارد, ما فيش كريدت كارد. هو ليه ما بيعملش كوبي؟ انا عايز افهم. ما في مشكلة عندي, ما بيعملش كوبي خالص. لا, من البتاع, من التكست بتاعكم. يعني انا عايز اعمل كوبي على التكست بتاعكم. طيب, حظك وحش يا وليد, على بسمة عمل, انت لا. لما جيت اخد من بسمة يعني عمل, فاهم؟ طيب, كريجيتو كارد و سو ديسكا. ايه دو ديسكا يا
どうですか？レジットのどうですか？やばいっすな。クレジットカード。اللي هي بتسأل نفسها كريجيتو كادو سوري هايت ايماسان هايت ايماسان ما تنسيش معين سوري نكتبها اتش اي تمام طيب ولا يهمك يا وداد ولا يهمك مفيش مشاكل من ورا طيب هايت ولا هايت 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 بص الفرق بين هايت وهايت هايت رخمة شوية هايت يعني موجود كان موجود هو قصده هنا اصل الفيرب هاي دي ماس ده هتتعلموه ان شاء الله في مرحلة متقدمة معناها جواي جوه تمام فحياتي مثلا كان بداخل شيء يعني هو بيدي معنى ان هو كان يعني حاجة كانت داخلة جوه المحفظ خلاص طيب نعيد تاني تنكون الكاش كادو هايتي ماستا クレジットカードはどうですか？クレジットカード？あ、それは入ってません。学生証と図書館のカードと病院の診察券とキャッシュカードね。はい。あれはいいふるえへん。あれは、あれは、あれは、はげてね、あれたくら？あれは学生証と図書館のカードと病院の診察券と、カラス、キャッシュカード。と歌手カードねねやにね、かなやべきはだ、はしょぶれがだそれは入ってません学生証と図書館のカードとブラブラリード病院のright صح بالضبط لا يعني صحيح أليس كذلك مش كده زي هوندا كده بتقول مش كده فقالت له ايه راحت قايله له ايه انا ايه تاني كارد تو بيوين نو شينساس كين تو كاش كارد ني هاي それだけだったと思いますそれだけ قالت له それだけ قالت له それだけだったと思いますそれだけそれだけだったと思います اعتقد ان كل ده اللي كان موجود ان ده بس اللي كان موجود それだそれだけそれだけ مع بعض それだけだったと思いますブラボーやらんだعملنا مجهود هاي لغاية دلوقتي مع بعض واضح ان هو ايه سوري هي بتكتب كده لو انا هكتبها كده هكتبها سوري ده كي داتا تو اموي اموي ماسو تمام قلت له هاي ما ننساش الهاي ايوه هاي سوري ده كي داتا تو اموي ماسو ん学生証と図書館のカードと病院の診察券とキャッシュカードねはいそれだけだったと思いますキャッシュカードはすぐに止めなければいけませんねあらいいあらいいでるわきそれだああなえすそれだけだったと思いますあたくんそれだけやにだべすだったと思いますあたくんにだれけんまおごくべすと思います。يعني أعتقد. それだけだったと思います。يعني أعتقد إن ده اللي كان موجود. خلاص. طيب. لا إيه بقى بعد كده. هنعيد تاني. يا ريت تسمعوا الجملة كويس.
病院の診察券とキャッシュカードね。はい、それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。キャッシュカードはすぐに止めなければなりませんね。キャッシュカードはすぐに止めなければなりませんね。ないってん。診察券とキャッシュカードね。はい、それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。止めなければいけませんね。止めなければなりませんの、止めなければいけません。لأ احنا لسه احنا كل الجمل دي شو كده بنكتبها مع بعض. لسه ما كتبتهاش. كل الجمل دي بنكتبها مع بعض. الناس بتكتهد. كاشكادوا سجني برافو يا وليد. تومينا كريبا إيكي ماسين ني. هي مش إيكي ماسين, هي إيكي ماسين. مش إيكي ماسين, إيكي ماسين. إيكي راندا زي ما راندا كتبتها. كاشكادوا لا مش تسجني يا راندا. سجني سجني وبعدين مش سجو مش سجو سجو زي ما كتبها وليد. ابتدينا المحاضرة وديت للأسف. أنا عارف إن أنت زعلانة. سجني بالظبط. سجو سجو يعني مباشرة على طول. مش سجو لا سجو غلط. سجو زي ما أنت كتبتيها تمام. كاشكادو وا سجو ني تومينا كريبا إيكي ماسين ني. يعني لازم توقفي, لازم نوقف ال هديلك اللينك, هديلك اللينك. أنا جايبه من اللينك أصلا, هجيبهولك. كاشكادو وا سجو ني تومينا كريبا إيكي ماسين ني. ما تنسيش ني ني. هو ليه ما بيعملش كوبي؟ مش عارف. متعب البتاع ده, متعب جدا. واضح ان هو مش عايز يعمل كوبي خالص. طيب كاشو كادو سجو تومينا كريبا إيكي ماسين ني. كاش كادو سجو ني تومينا كريبا ناري ماسين ني. تومينا كريبا إيكي ماسين ني. هو طب انا لسه هشرح دلوقتي. يبقى كاش كادو سجني, سجني قلنا مباشرة دايركتلي على طول. طب انا كده بقى نعمل مثلا, لازم نوقفه, لازم نوقفه. توميماس يعني يوقف الشيء, to stop something. تمام. يبقى طب انا كده بقى ايكي مثلا يعني لازم يوقف. تمام. طيب نسمع كده. هاي それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。すぐに銀行に電話してください。すぐに銀行に電話してください。あれ、だ、فعلها止めます。止めます。فعلها بس ما止めます。بالضبط قلت له すぐに銀行に ينكوني دنوا اشتكوا دساي. اتصلي بالبنك فورا على الفور. وعليكم السلام ورحمة الله يا انصاف. اتصلي بالبنك على الفور.
هكتبها لكم. خلاص سوجو ني جين كو ني دينوا شتي كو دا ساي. حد يقول لي ليه في اتنين ني في الجملة؟ سوجو ني الني الاولانية، ناخد بالنا بس من حاجة، الني الاولانية هو بارتيكل مساعد لسوجو على الفور. جينكو ني دينوا، دينوا لما تيجي تتصل تتصل بي فلان، الني بتلعب كلمة بي، فجينكو ني يعني، والني دي تبع لدينوا مش تبع لحاجة تانية، الني دي تبع للفيرب اللي هو دينوا سلو يتصل، دينوا يعني تليفون، دينوا الشمس يعني يتصل، دينوا اشتكو ده ساي يعني اتصل. فسوجو ني دينو جينكو ني دينو اشتكو ده ساي يعني اتصلي على طول بالايه؟ بالبنك. انا ايه تاني جمل كده؟ سوتو توشوكان نو كادو تو بيوين نو شينساتس كين تو كاش كادو ني هاي سوري داكي داتا تو مويماس. كاش كادو ها سوغني تومي ناكيريبا ايكيمازن ني، سوغني جينكو ني دينو اشتكو ده ساي، وارو هيتو ني سكاواريرو تو كومارو كارا. الجملة دي بقى صعبة شوية، الجملة اللي جت دي بعدها صعبة شوية. وريش توني، ها وري يعني ايه؟ السلام احنا قلناها قبل كده، سيء باد. وريش تو، شتو يعني ايه؟ شتو احنا قلنا قبل كده انوشتو، فاكرين كلمة انوشتو؟ فاكرين كلمة انوشتو؟ هذا الشخص بالظبط يا هبة، شتو يعني شخص، فعايز يقول وروشتو ني كواريرو تو. كواريرو تو دي هي صعبة شوية الجرامر، سيبنا احنا ما بنهتمش بالجرامر على قد ما بنهتم ان احنا نسمع، تمام؟ وروشتو ني تكواريرو تو كوماري ماسكارا، يا ريت نكتب الجملة وروشتو ني تكواريرو تو كوماري ماسكارا. وروشتو ني لا تكواريرو تكواريرو تكواريرو. يا جماعة تكواريرو مش وروي، لا وروي، لسه مفيش حد جابها، لسه وروشتوني تكواريرو تو كوماري ماسكارا. كوماري ماسكارا، برافو يا بسمة، بسمة كتبتها صح. ليه؟ عشان هو بيقول وروي شتو ني تكواريرو تو كوماري ماسكارا. عايز يقول ايه في الجملة دي؟ علشان لو في حد استخدمها، لو حد وحش استخدمها هتبقي في مأزق، هتبقي في مشكلة. عشان كده قال لها لازم تتصل بسرعة كرا يعني علشان، او هتبقي بيدي عذر. فوريش تو نيت سكاوريرتو، هي سكاوريرتو عشان اذا تم تو هنا مش معناها، خد بالكم ما تلخبطوش، تو هنا مش معناها و، تو هنا معناها ايه ده، علشان هي جت قبل فعل سكاوريرو يعني تستخدم، فاذا تم استخدامها بواسطة شخص سيء هتبقي في مشكلة، هتبقي في مشكلة. تمام؟ هاي تاني. هاي سوري داكي داتا تو مويمس. كاش كادو ها سوغني تومي ناكيريبا ايكيمازن ني، سوغني جينكو ني دينوا شيتي كوداساي، وارو هيتو ني سكاواريرو تو كومارو كارا. واكاريما. لا هي قالها كومارو كارا،
عشان بيقول لها يعني عشان لو حد بيقول لها علشان هي الجملة احنا اتفقنا ان الجملة بالعكس الجملة الياباني من ورا لقدام عشان ايه عشان لو حد لو حد وحش استخدمها تمام هنبقى في مشكلة تمام او هتبقي في مأزق you'll be in a trouble يعني تمام نكمل دكتور يا تشكانيوا سنواتو دي رينلاك سيربا اي ديشو سبني جينكو ني دينوا شتي كوداساي وارو هيتو ني سكاواريرو تو كومارو كارا واكاريماشتا دكتور يا تشكانيوا سنواتو دي رينلاك سيربا اي ديشو الجملة اللي بعد كده ايه ولا يهمك يا اسماء وكاري ماشتا تقول له وكاري ماشتا حسن انا فهمت ماشي اقول ما ينفذ وكاري ماشتا ماشي غاكويا توشوكان ها لا ايه غاكويا توشوكان ايه ايه نو بساي وارشتين سكواريل تو كمالكا وكاري ماشتا学校や図書館へはその後で連絡すればいいでしょう。学校や学校、学校 يعني مدرسة. 学校や図書館 يعني ليهم يعني اتصال ليهم ايوه رين اتوني اتو دي رين راكو سوريبا اي دي شو خلاص غاكويا توشوكان ايوا اتو دي ناكو سوريبا اي دي شو فبتقول له ايه تقول له انا اسف بيقول لها بعد كده تكلمي المكتبه او المكتبه المدرسه بعدين يعني لو اتصلت بيهم مفيش مشكله ولا ايه ناكو سوريبا ناكو يعني اتصال كونتاكت تمام اتو دي يعني بعدين اتو دي يعني بعدين توشكا قلنا مكتبة جاكو موسيقاهم مزعجة موسيقى ايه مش فاهم تمام طيب انا اهم حاجة بس تسمعوا انا مش ما يهمنيش اهم حاجة تسمعوا この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？はい、السؤال بقى دلوقتي اللي بتسأله البنت اللي بتتكلم دي بتقول الطالبة دي بقى ايه المفروض اللي تعمله؟ يا ترى من الكونفرزيشن اللي احنا خدناها دي كلها ايه المفروض الطالبة اللي تعمله على طول؟ جاوبوني بالعربي مفيش مشكلة تتصل بالبنك تتصل على الشرطة سوكا جاي متأخر قبل ما حد يستخدمها طيب نسمع كده الاختيارات ايه هتدينا اختيارات 1 دكوني دينوا سلوكوتو تتصل بالمدرسة بعد دي رقم 1 2 جينكوني دينوا سلوكوتو تتصل بالبنك رقم 3 3 توشوكان ني دينوا سلوكوتو تتصل بالمكتبة 4 بيوين ني دينوا سلوكوتو تتصل بالمستشفى
جين كوني دينوا كله جاوب لا المدرسه. ليه المدرسه انت جاي متاخر يا نينجا مجاهد؟ بتقولي رندا جابت من الاخر قالت لك يكلم البنك، يكلم البنك يوقف الكريدت، توقف الكريدت وبعد كده تتصل بالمكتبه او بالمدرسه اذا كانت عايزه يعني. ده بعدين يعني تمام. طيب الاجابه البنك. وعامه احنا بقالنا ساعه ونص في الكونفرزيشن بس يعني احنا خدنا كلمات مفيده منها النهارده واستفدنا من الكونفرزيشن، وهنسمعها تاني لاخر مره، هنسمعها كلها على بعض وربنا يسهل بقى وتكونوا يعني شوفوا كده الدنيا عامله ايه بعد ما سمعتوها فهمتوها، اما نشوف كده الدنيا هتبقى عامله ايه معاكم. معاكم الكونفرزيشن هنبدا دلوقتي. 1番財布を落としてしまった女子学生が交番で警官と話しています。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？それでその財布の中にはお金の他に何が入ってたんですか？学生証と図書館のカードと病院の診察券とカード類は？あ、銀行のキャッシュカードが入っていました。クレジットカードはどうですか？クレジットカード？あ、それは入ってません。学生証と図書館のカードと病院の診察券とキャッシュカードね。はい、それだけだったと思います。キャッシュカードはすぐに止めなければいけませんね。すぐに銀行に電話してください。悪い人に使われると困るから。わかりました。学校や図書館へはその後で連絡すればいいでしょう。この女子学生がこれから最初にしなければならないことは何ですか？1、学校に電話すること。2、銀行に電話すること。3、図書館に電話すること。4、病院に電話すること。ايه رأيكم؟ النهارده استفدنا شوية؟ ايوه كابكاب اتفضل يا فندم. كلام ايه؟ اعمله كوبي بيست يعني. حاضر على الفيسبوك. حاضر. اعمله دلوقتي قبل ما انسى على طول. ثواني. ما بيرضاش يعمل والله، والله ما بيرضى يعمل. يعني على قبل ما انسى على طول، فانا عايز احط لكم خلاص كتبتها على الفيسبوك. هكملها ان شاء الله، هحاول اكملها النهارده باذن الله. بس انا عايز اديكوا حاجات في المحادثه، عايز اديكوا حاجات تانية في المحادثه ملهاش علاقه بالمحادثه عامه يعني.
طيب في اي سؤال بخصوص الياباني اللي في المحادثة عامة؟ في حاجة مش فاهمينها؟ طيب الكل تمام؟ طيب انا في بس ثواني انا هعمل ديسيبل عشان بس اشوف انا طبعا بكتب حاجة. اشتغل جدا most of it when reading while listening. يعني تمام رندا، هي عامة جينكو ني دين وصور كوتو. دين وصور كوتو يعني الاتصال، هو حول الفيرب لما بيحط كوتو مع الفيرب بيحوله لاسم. جينكو ني دين وصور كوتو معناها الاتصال بالبنك، وجينكو ني دين وصور يعني يتصل بالبنك، ده الفرق. دي شو يعني اليس كذلك، برضو زيها زي ني. دي شو يعني اليس كذلك، اخر جملة معناها يعني لو اتصلت بعدين، اتو ده يعني بعدين، هناك سوريبا يعني اذا تم الاتصال، اليس جيدا يعني ما هي يعني عايز يقول يعني ما فيش مشاكل لو اتصلت بعدين بال 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 بالمدرسة او بالمكتبة، اليس كذلك؟ دي شو فيها مد يا وليد، مد مش دي شو كده فيها مد بالظبط، دي شو. طيب انا عايز اكلمكم حاجة بخصوص الكونفرزيشن دي، تمام؟ حاجة ملهاش علاقة بالياباني، بس ليها حاجة ليها علاقة باليابان، حاجة ليها علاقة بتفكير اليابان. نستشف في ايه من الجمل، نستشف في ايه من المحادثة اللي حصلت دي؟ هنستشف في حاجة مهمة جدا، تمام؟ اولا الشرطي، لا مش هنستشف ان البنت اتسرقت، اولا البنت ما اتسرقتش. نستشف يعني نستنتج ايه، تمام؟ نستنتج ايه من الكونفرزيشن دي؟ اولا الكونفرزيشن دي حقيقية وبتحصل في اليابان بشكل حقيقي جدا، واليابانيين تفكيرهم كده. تفكيرهم كده يعني ايه؟ يعني مثلا لا برضو حاجة اكبر من كده برضو يا هبة، سيبوني اكمل كلام، سيبوني اكمل كلام. تمام؟ طيب نستشف في ايه؟ اولا رقم واحد، في حاجات لازم تعملها الاكشن، يعني اول حاجة الست بتدلك في الاول ايه البنت لازم تعمله في الاول، يبقى رقم واحد بياخدوا اكشن في اليابان على طول. ايه الاكشن الاولي اللي لازم تاخده؟ ده التفكير، دي طريقة تفكير عندهم. ده رقم واحد. يبقى رقم واحد المفروض البنت دي تعمل ايه؟ لا ما هي بتبلغ، هي بلغت الشرطة اوريدي، هي بتكلم الشرطة، تمام؟ يبقى الاكشن. طيب الحاجة التانية، الشرطي سألها قال لها ايه اللي كان موجود فيها غير الفلوس؟ يبقى في حاجات بديهيات كده اتكلم فيها، لها الفلوس دي موجودة. طيب غير الفلوس ايه اللي موجود؟ قالت له كذا وكذا وكذا، وبعد كده دخلها في حاجة تانية قال لها طب بالنسبة للكروت مفيش كروت تانية؟ قالت له اه ده فيه كاش كارد بتاعي، تمام؟ بعد ما قالت له كده قال لها ايه؟ لو نفتكر في الجملة هنا قال لها ايه؟ بعد ما قال لها كريدت كارد، قالت له لا الكريدت كارد مش موجود، قال لها عاد لها الحاجات اللي موجودة،
هات لها الحاجات اللي موجودة، خدوا بالكوا، عاد لها الحاجات، يعني عمل عملية confirmation. confirmation بالياباني يعني كاكونين. راجع على الحاجات اللي موجودة بالظبط، راجع على الحاجات اللي موجودة. يبقى هم بيعملوا ايه دايما؟ قاعدة، بتأكد من اللي قدامي ايه الحاجات اللي موجودة، بسأله عن الحاجات اللي ضايعه منه او الحاجات الحاجه اللي بسال عليها، بعد كده بديله كونفرميشن تاني، بعمل له عمليه كاكنين للايه؟ ليه الحاجات اللي ضاعت منه، براجع على الحاجات اللي موجوده. يبقى عملت عمليه كونفرميشن، دي حاجه مهمه جدا في اليابان. بعد كده بدا ياخد الكاونتر ميجر هو او الرياكشن بتاعه، رده الفعل المفروض اللي يتعمل. انت عندك والله كاش كارد، لا الكاش كارد انت لازم تكلمي البنك توقفي الكاش كارد على طول. في منطقية، هتلاحظوا ان في منطقية في التعامل مع الشيء، الهاندلنج، ازاي بيهاندل الحاجة. بيطلب الاول بيستفسر عن الحاجات اللي ضاعت، بعد ما استفسر عن الحاجات اللي ضاعت اكد عن الحاجات اللي ضاعت، وبعد ما اكد عليها شايف ايه الحاجات اللي ضايعة المفروض ياخد لها الرياكشن الصح او الكاونتر ميجر، الاجراء المناسب ليها. خد الكاونتر ميجر، خلاص خلاص كده انتهى الموضوع بالنسبة لهم. وبعد كده ايه قال لها تقدري تعملي ايه تاني في الحاجات الباقية. دي طريقة تفكير في اليابان، وده حقيقي، هما بيعملوا كده، ده طريقة تفكيرهم. معظم الشعب هناك بيفكر بالطريقة دي، فربنا يسهل يا رب ونبدأ نفكر بالطريقة دي. تمام؟ ماشي. بالظبط، بدل ما تعيط بتشوف الـ يعني المفروض تتصرف ازاي. فراحت للشرطي، واحد اتنين تلاتة، الشرطي واحد اتنين تلاتة، الموضوع خلص بمنتهى البساطة. بدل ما يعني عرفت تتصرف ازاي على طول، تاخد الرياكشن واخد لها الرياكشن الصحيح. تمام؟ فده الحاجة اللي نكتشفها من الكونفرزيشن دي. خلاص؟ طيب، احنا خلصنا الكونفرزيشن دي، بس عندي تيست كده خفيف ولطيف وظريف. تمام؟ هو عبارة عن شوية كلمات، عبارة عن ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، خلاص؟ قريبين من بعض جدا، قريبين من بعض جدا. اما نشوف بقى هتعرفوا تلقطوا الثلاث كلمات دول ولا مش هتعرفوا تلقطوا الثلاث كلمات دول. بس ما بتتكلميش على اللي في التحقيق، عشان انا مع اللي في التحقيق دول قلبا وقالبا. تمام؟ طيب، لا لا مش هتقول المعنى، مش مطلوب منك تقول المعنى، انا مش عايز المعنى، انا عايز بس تفهم، انا عايزكم تفهموا ان في كلمات بتبقى قريبه جدا من بعض، يا ترى هتعرفوا تلقطوها ولا لا؟ تمام؟ طيب هنبدأ، شوف الكلمة الأولانية سوغي، هنعيدها مرة تانية سوغي سوغي، هنعيدها مرة تالتة وهعيدها مرة رابعة سوغي سوغي. بالظبط، برافو. غلط يا وليد، اللي انت كتبتها دي سوغي سوجي، ولاء هبة جلال وداد برافو، راندا برافو. طيب نشوف الكلمة التانية سوكي 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 سوكي، برافو يا وداد، برافو يا وليد. الكلمة التانية صح، برافو برضو اللي قبل وليد مين؟ هبة، راندا صح، بسمة صح. طيب تمام، لا لا يا جلال، لا يا جلال، اللي انت كتبتها سكي، اللي انت كتبتها سكي، انا قلت احنا قلنا سوكي
Nate Dane. Soki. طيب ندخل في حاجة تانية. Zoki. 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 زوكي. يا سلام زوكي. هي بقى قالت سوزوكي حاجة تانية خالص. وليد زوكي صح. زوسوكي غلط. يا سوكا زوكي. ولاء هبة صح. كب كب برافو زوكي. طيب نخش بحاجة تانية. شوفوا الاختلاف بينهم كان عامل ازاي. لا لسه هدخل سوكي شوتاي. طيب نخش في حاجة تانية. شوتاي 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 شوتاي. معظم الناس كتبتها غلط. معظم الناس كتبتها غلط. ايران ده صح. كاب كاب صح. وليد صح برضو. رقية صح. الهاو الهاو. شوتاي بتاعت هبة صح. وشوتاي اللي هي اس. الاثنين صح. الاثنين صح. لان اصل اس اتش واي الاثنين صح. بص علشان لو شرحتها لك هقعد اشرح كتير. اس اتش واي. بص يا باشا اس اتش واي شو ينفع او اللي هي شو لوحدها ممكن اختصرها ب اس اتش يو او اس اتش واي يو. خلاص عشان كده الاثنين صح. تمام. طيب نشوف اللي بعدها. سوكي. لا لا مش دي. شوتاي. طيب نشوف دي. شوتاي. لا لسه لسه. جوتاي. ايوه دي. جوتاي جوتاي. لا لا يا وداد اللي انت كتبتيها جوتاي. يا بسمه جوتاي غلط. جوتاي زينب غلط. رندا صح. جوتاي. كب كب صح. جوتاي. جلال صح. جوتاي برافو. لا يا ولا جوتاي اللي انت كتبتيها دي جوتاي. جوتاي في مد. ناخد بالنا انا بقالي شهرين بدربكوا على ده. شهرين شهرين يا مؤمنين. كتبتها ولا جوتاي. انا ما قلتش جوتاي انا قلت جوتاي. جو وليد. بس قبل ما انسى يا وليد هحط لك اللينك بتاع الكونفرزيشن بتاعت المره اللي فاتت. ده اللينك بتاعه في حاجات كونفرزيشن كتيره جدا يعني. طيب نخش في حاجه تانية لذيذه برضو خفيف. ده بقى التدريب على اللونج باولز النطق الطويل اللي بيبقى فيه طول على المد. خلاص نشوف كده الكلمه دي. خيو. هنشوف كده تاني. خيو. تالت. خيو. خيو بالظبط يا وليد. برافو يا كبكب. لا كبكب التانية صح. لو انا غلط صح يا بسمة. غلط يا جلال. خيو اللي انت قلت يا جلال. خيو. هبة خيو صح. ولا خيو. زينب كويو بالظبط. احنا مش بنركز على المعاني احنا بنركز على ان انتوا بتسمعوا صح. طيب نشوف حاجه تانيه. كويو. ها كويو.
交友。交友。عكسها تماما كويو. لا زينب كتبتها كويو، هي بقى كتبتها كويو، جلال كتبها كويو، غلط. بسمة صح كويو، المادة بتاع بسمة صح كويو، ولاء دبل او غلط كويو، وليد صح، هبة بقت صح، ركية صح كويو، كبكب بقى صح كويو، ولاء كويو صح. نخش في الحاجة التالتة كويو. لسه سيبكوا منها كويو. ها نشوف دي كده كويو تاني كويو. كويو صح يا وليد، مويدات صح، لا يا جلال كويو، وليد صح، ركاية غلط، بسمة صح، ولاء صح. طيب تمام جدا. طيب يعني يوسو نشوف حاجة تانية. يوسو نشوف كده. يوسو انتوا سمعتوا الفرق؟ لخبطة ها؟ لخبطة، لخبطة جدا. يوصو بالظبط، برافو يا كبكب. يوصو مد في الآخر. مثلا يعني أنا بس عايز أوريكم الفرق بين إزاي تنطقوا، إزاي تسمعوا الفرق بين الأنواع كلها. تمام؟ طيب. طبعا كل واحدة في دول ليهم معنى، بس مش هديكوا المعنى، مش عايزكوا، مش عايز اكدس لكم حاجات. طيب انا كنت عايز اتكلم بقى في موضوع تاني. احنا النهاردة استفدنا من conversation، دخلنا في حادثة سمعنا فيها كلام كتير. حبيت النهاردة ادمجكم شوية مع حاجات ياباني، بدل ما تقعدوا تسمعوا واحد مصري بيتكلم ياباني فاسمعوا ياباني بقى حد بيتكلم ياباني، تغيير شوية. انا عايز اكلمكم في حاجة تانية بخصوص، ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يكرمك يا رب. عايز اكلمكم في حاجة تانية بخصوص المذاكرة. انا مش عارف ازاي انتوا ناويين تذاكروا الياباني، بس انا عايزكم تعرفوا ان الياباني مش سهل، فلازم تضحكوا على ايه. تمام؟ بس ما متعقدة من المذكرة ماشي، بس لازم نمشي بنمط معين. نمط المعين ده انا بحاول على قد ما اقدر اركزوكوا على النطق، بس النطق ده المفروض انتوا تنطقوا مع نفسكوا فيه، والسماع والقراية. عشان كده بحاول اركزوكوا. ياريت الفترة اللي جاية دي كلها لغاية ما اقولوكوا ندخل على ستاب تانية، ياريت نركز على التلات حاجات دول بالذات، القراية خلاص والكلام، الاتنين مع بعض. انا عايزكم هتركزوا على الاتنين دول مع بعض. تمام؟ نركز تبقى الخطوات الجاية السياسة بتاعتكم الفترة الجاية كلها على ان انت تكتب وتقرأ كويس قوي خلاص، وتتكلم. سيبك من السمع دلوقتي، انا بس السمع هصححهولكوا كل شوية، بس احنا عايزين نركز الفترة الجاية كلها على انك تكتب كتير وتقدر تقرأ بسرعة، تزود كمية السرعة، يعني تخلي السبيد بتاعة فهمك للكلمة اسرع خلاص، وبرضو تعرف تتكلم تقول الكلام ده. هيتقال عليك مجنون في البيت مش مشكلة، مش عيب. تمام؟ عادي كده طول ما انت قاعد. هاي سوري ده كده تتومي مس. هاي شناكريبا ناي مساء. شناكريبا ناي مساء. لازم نقعد نحفظ الكلام ده، وفي حاجات كده قلتها لكم احفظوها، احفظوها حفظ. تمام؟ نقعد نعيد ونزيد، نعيد ونزيد، نعيد ونزيد، نعيد ونزيد، لغاية ما الكلام ده
وبالذات يا جماعة أي كلمة جديدة، أي كلمة جديدة عليكو يا ريت تقعد تقولها كتير لغاية ما تلزق في دماغك، تلزق وتخبط. ليه؟ علشان في فرق جدا بين ان انا احفظ كلمة على الكتابة، يعني هقول لكم الكلام ده بعدين ودي حقيقة والله. لما باجي بدرس لما بتيجي بعدين ان شاء الله لما تحصيل اللغات بتاعتكم بتزيد، في كلمات بمجرد ما تقراها تعرف معناها على طول، تمام؟ بمجرد ما تقراها تعرف معناها على طول، لكن لما لكن لما تيجي تسمعها ماشي، ايه اللي يحصل؟ ما تعرفهاش، ممكن ما تستحضرهاش. وده ليه؟ علشان مفيش، ما بتسمعش الكلمة دي كتير. علشان كده، عشان ما تسمعش كلمة كتير، فبالتالي علشان كده قلت لما بتيجي تاخد كلمة جديدة اقعد انطقها مع نفسك كتير وسمع بيها نفسك كتير بحيث ان ودانك تتعود عليها. خلاص؟ ودانك تتعود عليها. علشان كده كان مهم جدا وانا في الجامعة لما كنت بادئ سيرين كنت باخد الكلمة من هنا الجملة من هنا اقعد ايه اقولها كده زي المعاتيه في البيت، تمام؟ فتقعد انت يعني بعدين، والله انا بكلمكم بجد، انا بكلم اخواتي الصغيرين بعدين لما كنت بـ 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 يعني بشوف الكلمة على طول بعرفها، يعني على طول مع اني دارسها وحافظها واشوفها على طول اعرف اقراها على طول ومفيش عندي مشكلة، بس لما تتقال لي اقول للياباني قدام اقول له انت بتقول ايه، انا مش ها بتقول ايه الكلمة دي، اكتبها لي، اقول له اه يا راجل قصدك على دي، تمام؟ ليه ده بيحصل؟ علشان ما بتمارسش السماع كتير. علشان كده مهم جدا السماع ده هيتغطى ازاي، انك لما تيجي تحفظ كلمة تحفظها وتقعد تقولها كتير علشان ودانك تتعود عليها لغاية ما يحصل لك طرش، تمام؟ طيب دي من الطريقة. لو خلصت الكاتاكانا ان شاء الله هندرس كانجي ان شاء الله، بس يعني نخلص انا المشكلة ان انا بركز مع ناس بعتبرهم مبتدئين لوندا، فعلشان كده انا عايز اركز في حاجات معينة، ان هو السمع يبقى مقفله، الجرامر البيزك يبقى مقفله زي حضرتك يا فندم، تمام؟ على قد ما نقدر نحاول نقفل الحاجات دي، لان انا زي ما قلت لكم برضو الدراسة على ارض الواقع مختلفة عن الانترنت، الانترنت الوسائل اقل شوية. خلاص؟ فلازم نتعلم شوية، لازم اتأكد شوية ان انتم ماشيين كويس في الكاتاكانا وماشيين كويس في الهيراغانا والاستحضار عندكم بقى كويس، ساعتها ممكن ندخل في الكانجي ان شاء الله. والله يا رقية انا دورت كتير على حاجات تفيد في السمع لكن ما لقيتش بصراحة، انا لقيته لكم هو ده يعني، انا عمال ادور كتير بس يعني مش عارف ممكن حد يفيدكم، لان انا بدور بالياباني فيمكن ما بلاقيش، يمكن لما كم حرف بقالنا تقريبا مش كتير، يعني احنا دخلنا احنا واخدين لغاية دلوقتي حوالي 25 حرف على ما اعتقد، يعني بقالنا حوالي 25 كمان وخلاص. المفروض انا اللي اسألك مش انت اللي تسألني. ماشي يا عم الحافظ. طيب خلاص يا جماعة، خدنا النهاردة كده، يعني يبقى الفترة الجاية ريت نركز على الكتابة كتير وعلى وما نشتتش نفسنا، برضه هعيد واقول وهعيد وازيد في الكلام ده، ما نشتتش نفسنا خلاص خالص، ما نقعدش ناخد من كذا مصدر، اخدك من كذا مصدر تمام بيوقعك في مشكله، ان انت بتبقى مشتت، هو ده بيقول كلمه وده بيقول كلمه، ده بيقول حاجه وده بيقول حاجه، طب ده علمني حاجه وانا اتعلمت الحاجه الفلانيه، ولا انا كده مش فاهم، انا هتلاقي نفسك
تمام في موال مش هتعرف تطلع منه تمام. وده ده عيب وليد. يا وليد انت فكرتني صحيح. تعالى انا هفتلمك النهارده تمام. ده عيب وليد فعلا. وليد بيشتت نفسه لان وليد دايما بيقول حاجات غلط دايما يقول لي حاجات غلط. بقول له المفروض استخدامك للجمله دي ما يتمش في الوقت ده, المفروض الحاجه دي تتم في الوقت ده, المفروض الحاجه دي تتم في الوقت ده. فهو عمال بسم الله ما شاء الله مصدره الوحيد الانيميشن. وانا قلت قبل كده الانيميشن عمره ما كان مصدر للتعلم. يا جماعه حطوها في دماغكم, الانمي الياباني عمره ما كان مصدر للتعلم اللغه اليابانيه يا استاذ وليد تمام. لا وليد بقى بيستخدمه في السمع وبيستخدمه في كل حاجه, يعني الحمد لله كل حاجه. يا حبيبي غلط, ما انا قلت لك غلط. ليه؟ علشان انت ما عندكش البيزكس. انا خايف عليك لا تتشتت. انت لو عرفت البيزكس بعد كده عيش بقى تعامل. انت كده عرفت ايه الصح وايه الغلط. بس واحد افهمه بيبدا حياته على غلط او على حاجه ما يعرفش انها غلط ولا صح. ده منطقي على فكره, يعني اللي انا بقوله لك ده كلام منطقي, كلام ناس عقله تمام. ان انت ما بتعتمدش على مركز على حاجه معلومه صحيحه 100% او ما بتعتمدش على المصدر بتاعك. المصدر بتاعك غلط او المصدر بتاعك مش لازم يكون غلط, بالطبيعي انت مش عارف الكلمه دي صح ولا غلط. علشان كده بالظبط يا جلال بالظبط الانمي مش مهذب, عشان كده بيعتمد على المصدر ده تمام. علشان كده قلت لك 100 مره بطل اسئلتك الغريبه اللي تقعد تسالها لي على معاني كلمات مش هتفيدك دلوقتي, والله ما هتفيدك. يعني واحد رايح يقول لي انا عايز اعرف معنى كلمه ايديت, ايه اللي يعني ايديت هتستفيد بيها في ايه دلوقتي؟ يعني انا بصراحه انا مستغرب تمام. يعني واحد لسه بيقول يا هادي في اللغه انا عايز اعرف كلمه ايديت ازاي, وايديت ده فعل, هستخدم الفعل ده ازاي اصلا وانا لسه ما عنديش جمله؟ يعني انا لسه اصلا ما اتعلمتش اركب جمله ازاي. انا لسه بقول يا هادي انا اسمي فلان, انا اسمي لسه ما دخلتش في تركيب الجمل تمام. فالطبيعي انا مش بتكلم على وليد يا جماعه, بس انا مش بتكلم على وليد بس عشان ما تشمتيش فيها, بس انا عارفك شماته تمام. انا بتكلم على كل الناس تمام. اتظبطت يعني حرقتك يعني النهارده انت اسلام استلمك يعني. فانا بتكلم على كل الناس, انا بتكلم على ما تشتتش نفسك. خلي مصدرك واحد, خلي مصدرك سواء بقى مش لازم اكون انا المصدر, مصدرك مثلا سايت واحد او مصدرك حاجه معينه ماشي على البيزكس ستيب باي ستيب خطوه خطوه تمام. الكلام ده كله جدا هيفيدك خلاص, وهيعمل معاك قاعدة مبنية على اساس قاعدة صحيحة فقط. ده الكلام اللي انا عايز اقوله لك واقوله لك واقوله لاي حد, اقوله لاي حد خلاص. هي دي الفكرة يا ستي. اسئلة في محتوى الدرس مش مشكلة, انا ما عنديش مشكلة. محتوى الدرس يدي في اسئلة زي ما هو عايز, بس هو بيخرج خارج نطاق الدرس اصلا, هو بيخرج على خلفية كانت عنده. فاولا بيشتت المحاضر, اتنين بيشتت نفسه, تلاتة بيشتتكم انتوا ماشي. وانا يعني احيانا بقوله بتنع عن الرد لكن برضه هو بيصمم, وانا مش عايز اقوله لا علشان ما بقاش بخلت عليه بعلم يعني. بس انا متأكد ان في حاجات لو سألته عليها هو مش هيبقى عارفها, مع ان قايلها له الاسبوع اللي فات. يعني انا عايز اقول لكم حاجة, ان هو بعد المحاضرة قاعد يقول لي يعني ايه بريك في المحاضرة الاسبوع اللي فات, يعني ايه بريك, بريك يعني ايه؟ قلتها له, جه بعدها قال لي يعني ايه بريك, يعني ايه الكلمة دي تمام. مفيش فايدة برضه, مفيش فايدة. طيب بعد المحاضرة سألني عليها تاني, والله العظيم مفيش فايدة. ما كتبت, ما هي مشكلتك ان انت ما كتبتهاش يا وليد. طيب عامة يعني انا بس عشان انا عايزكم تتعلموا اللغة صح والله, ومش عايز حاجة تانية يعني. فربنا يكرمكم, وليد شاب شاطر وطموح يعني تمام, واساليبه حلوة دايما, بيمارس نفسه على انه يحفظ, ودي حاجة كويسة ماشي.
طيب معنى راحة يعني ايه يا جماعة؟ الله يا جلال، الله يا جلال، والله العظيم بتحط نفسك في موقف بايخة، تمام؟ ماشي يا وليد. في استفسار بمناسبة النهاردة، انا عمال كل الناس كل الناس بتضحك. طيب يا رب تكونوا مبسوطين كده دايما ان شاء الله. يعني دي بسمة اللي انت حاططها في دماغك. ندخل على حاجة تانية، ندخل على كاتاكانا ولا نقف؟ طيب انا هاخد بصراحة، لا انا ديمقراطية، هنا في ديمقراطية، هناخد كده ايه رأي الاغلبية. طيب انا هعمل كده بوز ظريف في كلمة واحدة بس، نكمل. ناس هتقول لي نعم، وناس هتقول لي لا. بنشوف كده رأي الناس عامل ايه. يعني واضح ان الديمقراطية بتيجي على حساب ناس. طيب والله هدي راحة، هدي راحة، هدي راحة. طب واضح ان من اصل 17 واحد او من اصل 15 واحد عامل فوت، في 13 واحد قالوا نعم. نعم خلاص هنكمل ان شاء الله وهناخد راحة، ماشي، لمدة 15 دقايق كده. واستنى بس عشان اطول التايم بتاعي. هندرس ان شاء الله كاتاكانا، هناخد باقي الحروف الاسبوع اللي فات. انا مش فاكر احنا وصلنا لفين، بس حد فاكر احنا وصلنا لفين؟ عشان فاكر ان انا اديتكم 25 حرف. يعني ايه يا فندم السؤال يا جست واحد؟ طب اسمع بس عشان مش فاهم. الان يعني انا اديت الان كلها، انا اديت الان كلها، النا والني والني والنا والنو اديتها، بقينا بس ال. طيب ثواني كده، انا اديت ال، لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اديتكم الا والكا والسا والتا والنا، باقي الها الاتش والام. ماشي هديكم ماشي، اوكي حاضر ماشي. احنا قلنا باقي ايه؟ باقي الها. طب هديكم النهارده هكتفي بس كده ب10 حروف خلاص، الها والما الها لاين. طيب تقدروا تاخدوا دلوقتي بريك يا جماعة 10 دقايق، بريك 10 دقايق قبل ما احضر ال الماتيريال. هي عندي بس هنزلها بس مش عارف. اتفضلوا بريك 10 دقايق. يعني برد، كولد يعني سامي. انت عارفها من المسلسلات بتاعتك.
الحمد لله الحمد لله انك تعمل. طيب مش هطول عليكم. طيب هنخش على طول على احنا خدنا المره اللي فاتت كان هقفل الشات خلاص. كان خدنا ال وخدنا مجموعه الكا والصا والطا والنا. طيب هناخد النهارده ان شاء الله الها والما واليا. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. شرطه ثانيه قدامها ما فيهاش ثانيه. طبعا شرطه ثانيه قدام بالشكل ده كده يبقى عملنا الها بتاعتنا خلاص. شرطتين واحده كده من فوق لتحت واحده كده قدامها من فوق لتحت. تمام مفيهاش اي حاجه سهله جدا دي الهاء. طيب الحاجه الثانيه رمز الهي. الهي ازاي نعمل الشرطه كده الاولانيه وبعد كده بنخش عليها في شرطه ثانيه كده اهو بالشكل ده وبنعمل كده. خدوا بالكم بس في غلط انا عملته. ده الشرطه الاولانيه اصغر من الشرطه من ده. خدوا بالكم هنلاحظ هنا ان ده بصوا مش في حده واحد ده اطول شويه. الجزء اللي هنا ده اطول شويه فناخد بالنا من الحته دي. يبقى بعملها بالشكل ده كده وبنزل عليها بالشكل ده كده. ما بحاول اقلد الرسم خلاص. طيب الرمز الثالث اللي هو الفوق. الفوق اف يو اف يو الفوق. فوق سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. خدوا بالكم عامل كده. خدوا بالكم ده بيلخبط شويه بينه وبين الراء لان الراء بتبقى بس الفرق بينها وبين الفوق ان فيها حرف من فوق فيها شرطه من فوق. فخدوا بالكم الفي ما فيهاش شرطه من فوق. الهي بعد كده ندخل في الهي اللي هي عباره عن اتش اي. احنا خدنا اتش اي اتش اي هي هي ها هي فو هي هو هي. خلاص الهي سهله جدا بالشكل ده كده تحس ان واحد بيعوم بالشكل ده كده ونكسر وننزل خلاص مفيهاش اي حاجه. الرمز الثالث وهو السهل الرمز الخامس والاخير مفيهوش اي حاجه برضه سهل جدا. واحد اثنين ثلاثه اربعه الهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه. خدوا بالكم بنيجي في المنتصف. واحد معلش طبعا انتوا عارفين الماوس. اثنين ثلاثه اربعه اربع خطوات سهلين جدا. ها كي هو هي هو. طيب حد يقول لي الكلمه دي كده اللي انا هكتبها دلوقتي. كوهي برافو. كوهي قهوة خلاص. طيب نشوف كده كلمة تانية بوردة تانية. نروح لبوردة تانية خالص. مع العلم ان ده لو يعني لو لسه ما خدتوش ده ار اي. ارافو ده ايه بقى؟ ده بالياباني بيقولوا عليه الله. دي بتتكتب الله بالياباني اللي هي دي بتتكتب بالشكل ده. ماشي تمام. طيب بحاول اختار لكم كلمات من الحاجات اللي احنا واخدينها يعني.
طيب كلمة تانية، هي الكلمة دي سوتو. يعني ايه سوتو؟ حد يعرف؟ حاجة بتحصل في مصر كتير قوي، كانت بتحصل في مصر قوي الفترة اللي فاتت. لا 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 بتحصل في مصر كتير. لا هو في قتل بيحصل في مصر كتير خفي. طيب استهبال. لا كبكب جابها شوية. سترايك ات صمات، سترايك ات صمات. سوتو هي جاية ستوراي، اختصار لكلمة ستوراي هي اختصار لكلمة سترايكي، تمام؟ بس طبعا اختصروها بشايل وبالحاجات التلات حاجات دول وخلوها سوتو سترايكي. سترايكي تو تو. لا 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 ده اختصارها، اختصارها يا بسمة، اختصارها. هي اختصار، هي بتقال كده، هي بتتقال كده يعني، هي سوتو هي بتقال كده صح. هي كلمة برضه تعتبر كلمة انا بديكوا الاثنين يعني. طيب انتوا شاطرين والله، انتوا كل حاجة خلاص. طيب في سؤال بالنسبة لل ها بالها؟ مفيش. طيب تمام وليد، والله العظيم يا وليد هديك بلوك، والله هديك بلوك. طيب هنخش في مجموعة الماء. الماء سهلة جدا برضو، فاش حاجة. واحد عكسها ايه بقى؟ عكسها النور. النور عكسها من تحت، فاش اي حاجة. شفتوا حرفين على طول عرفتوهم. المي واحد اتنين تلاتة، تحس انها علامة سبيريت كده، في ماركة اسمها سبيريت، فيها الحرف، فيها دي، تمام؟ يبقى ما سهلة جدا مفيهاش حاجة. ما مي تلات شروط كده مع بعض، بعد كده النو عكس الما، بعد كده المي بتتكتب بالشكل ده كده، المي مفيهاش أي حاجة بتتكتب كده، بيبقى في تجويفة شوية نازلة كده عليا، وبعد كده باخدها شرطة ببقى عملت المي. المو شرطة، والشرطة اللي تحتها اكبر منها شوية، بعد كده بلزق دي في النص وبنزل عليها بالشكل ده. انا اسف معلش غلط، هنروي دي كده شرطة، واللي تحت اكبر، بعد كده بنزل باخد دي في النص كده اهو، وبعد كده بعملها كده. مش لازم اللي تحت تكون اكبر من الشرطة اللي في النص، يعني برضو هتلاحظوا ان لو خدت خط طويل كده هلاحظ ان في حاجة اتبقت هنا، يبقى الشرطة اللي تحت اكتر من اللي في النص، يعني اقل شوية. انا اسف، اقل. ناخد بالنا من العملية دي. خلاص كده خلصنا الما والمي والمي والمي، يا ريت نكررهم كتير. اوكي مش فاكر، كان نفسي اقول لكم كلمة موميا بس مش فاكر كلمة موميا خالص. غريبة شوية بالياباني والله. فعلا يا هبة، صح يا بسمة، برافو 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 يا بسمة. ميرا صح، موميا يعني ميرا. برافو يا بسمة، برافو بجد، بتثبتي لي كل يوم ان انت شاطرة. ميرا لا بس مفيش اي، لا اعتقد مفيش اي، احنا قلنا بقى المد مفيهوش اي، كبكب المد مفيهوش اي. ميرا على طول شاطرة.
رايت ميرا بالظبط كده يا كابتن ميرا. مش عارف جابتها ازاي بس يعني هي ممكن يا بسمة تقولي لهم انتي بس 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 صح 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 هي جابتها ازاي انا عارف هي جابتها ازاي. شوفي شوفي انا نسيت وانت جبتيها ازاي عشان انت لسه دماغك عشان انت دماغك مليانه ازاي عشان دماغك لسه ما اتملتش. ربنا يخليكي معلش. لا كان في يا جماعه كان في درس مش درس كان في كده فيديو حطيته على الانترنت. الفيديو ده كان فيه تمارين على السماع خلاص. فمن احد الكلمات اللي انا اخترتها كنت اخترت اللي هو لغز صناعه الموميا. فحطيت انا الكلمه دي عشان اصلا يعني كان في واحده عايزه بيبقى في تجويفه شويه نازله كده عليا وبعد كده باخدها شرطه ببقى عملت المي. المو شرطه والشرطه اللي تحتها اكبر منها شويه بعد كده بلزق دي في النص وبنزل عليها بالشكل ده. انا اسف معلش غلط. هو دي كده شرطه واللي تحت اكبر بعد كده بنزل باخد دي في النص كده اهو وبعد كده بعملها كده. مش لازم اللي تحت تكون اكبر من الشرطه اللي في النص. يعني برضو هتلاحظوا ان لو خدت خط طويل كده هلاحظ ان في حاجات بقت هنا يبقى الشرطه اللي تحت اكتر من اللي في النص يعني اقل شوي انا اسف اقل. ناخد بالنا من العمليه دي. خلاص كده خلصنا ما والمي والمي والمي. يا ريت نكررهم كتير. اوكي مش فاكر كان نفسي اقول لكم كلمة موميا بس مش فاكر كلمة موميا خالص. غريبة شوية بالياباني والله فعلا فعلا يا هبة صح يا بسمة. برافو 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 يا جميلة صح موميا يعني ميرا. برافو يا بسمة برافو بجد بتثبتي لي كل يوم ان انت شاطرة ميرا. لا بس مفيش اي. لا اعتقد مفيش اي. احنا قلنا بقى المد مفيهوش اي. كبكب المد مفيهوش اي. ميرا على طول شاطرة. طيب ميرا بالظبط كده يا كابتن ميرا. مش عارف جابتها ازاي بس يعني هي ممكن يا بسمة تقولي لهم انتي بس 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 صح 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 هي جابتها ازاي انا عارف هي جابتها ازاي. شوفي شوفي انا نسيت وانت جبتيها ازاي عشان انت لسه دماغك عشان انت دماغك مليانه ازاي عشان دماغك لسه ما اتملتش. ربنا يخليكي معلش. لا كان في يا جماعه كان في درس مش درس كان في كده فيديو حطيته على الانترنت. الفيديو ده كان فيه تمارين على السماع خلاص. فمن احد الكلمات اللي انا اخترتها كنت اخترت اللي هو لغز صناعه الموميا.
فحطيت انا الكلمه دي عشان اصلا يعني كان في واحده عايزه الكلمات ليها علاقه بالاثار، فانا علشان كده حطيت الكلمات اللي ليها علاقه بالاثار، انا مش شغلي يعني. فده كان تمرين حطه على الانترنت، فهي بسمه فعلا جاوبتني عليه وضربت عليه، ففعلا هي حافظه فهي فعلا جابته يعني. حتى لما كتبت لي ميرا اذكري نو نازو، انا افتكرت ان انا كتبت الكلمه دي. برافو يا بسمه، برافو، اسقف لها يعني، برافو برافو جدا يا بسمه، برافو. كله حي بسمه يا جماعه، كله حي بسمه، شاطره، تستاهل تستاهل من جد وجد. طيب ندخل على الباقي طيب ولا ايه؟ علشان الاستاذ وليد اصله بيتعصب يقول لك يلا لا عادي والله ماشي. نخش في ال حرف الثلاث حروف اخيرا مفيش حاجه. اليا عندنا حرف سهل جدا مفيش اي حاجه، بعمل كده وبس. انا اسف، الكيبورد الماوس ليزرت ثواني. طيب نتفق ان هو ميلان شوي، في ميلان شوي، وبعد كده بنزل بالشرطه كده وبنزل في النص. دي اليا بتاعتي، مش بعملها كده يا جماعه، ها مش بتبقى كده، لا بتبقى في ميلان شويه كده بالشكل ده طالع لفوق، وبعد كده بنزل عليها بالشكل ده كده في النص. اليا اليو الناس بتلخبط فيها شويه بالشكل ده كده مفيش اي حاجه، بنزل وبعد كده باخد دي كقاعده ليها. انا اسف برضو غلط، بنزل كده. خدوا بالكم الجزء ده لازم يتغطى، مش ما ينفعش يبقى طويل كده، غلط خلاص بالشكل ده كده. اوكي تمام. حرف اليو بقى، يا يو يا يو يو. اليو واحد عامل زي الاي بالانجليزي، اثنين بس العكس، ثلاثة. انا اسف بس يا ريت نظبط دول مع بعض، نظبط الثلاث شرطات دول مع بعض. كان نفسي يبقى عندي مثلا حاجة تاتش كده، والله لو كان عندي حاجة تاتش كانت هتبقى احلى بكتير. واحد اثنين ثلاثة، نحاول نظبط الثلاث شروط مع بعض بنفس المسافات، هي بس بعد التدريب هتلاقوا انها بتتظبط بنفس المسافات وبنفس الشوط خلاص، مفيهاش اي حاجة، مش اي حاجة، سهلة موت. بس بصوا الياء دي بال هيراغانا ودي بالكاتاغانا، الفرق بينهم اعتقد انه واضح وجانية. الاي معكوسة الحمد لله يا سوكا. بس سوكا انا عايز اعرف، بس سوكا انت اول مره ولا 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 دي يعني، يعني انا عايز اعرف بس عشان ابقى افهمك حاجه. ولا دي عندك خلفيه؟ الحمد لله شكرا. طيب سوكا دي حروف اسمها كاتاكانا، الحروف دي بتكتب للكلمات الدخيلة تمام. يا ريت تدخلي على اليوتيوب، انا مش عارف تدخلي على الصفحة بتاعتي على اليوتيوب للشانل خلاص، من خلالها تقدري تشوفي كده في اربع محاضرات موجودين. الاربع محاضرات اللي موجوده دول يا ريت تشوفوهم كويس قوي عشان بيشرحوا العمليه دي،
بيشرحوا لك كده حاجات كده في الياباني بتبقى اساسيات، فعشان ما تتوهش في النص حطيت لك انا دلوقتي اللي انا كتبته لك. تمام، مهم جدا يعني. طيب احنا بقى لنا 3 ساعات النهارده، و اعتقد ان انتوا فهمتوا وخلاص بقينا في الكاتاكانا شويه، وان شاء الله قريبا هنخش في الكانجي. خلاص احنا ما بقيناش غير مجموعه بسيطه جدا في الكاتاكانا، وان شاء الله هنخش في الكانجي باذن الله من المحاضره اللي بعد الجايه، ممكن نخش في الكانجي باذن الله. و بس لازم اكون شوي جدا متاكد جدا ان انتوا بتكتبوا كويس قوي هيراغانا، بتكتبوا كويس جدا كاتاكانا، علشان نقدر نخش كده وهندخل في التوازي مع باذن الله مع الجرامر. لا هنبتدي بكنزات سهله يا وداد، ما تقلقيش طبيعي ان انت هتبتدي بكنزات سهله، بس هنخش مع ان شاء الله الجرامر هنركز عليه برضو الفتره الجايه. فانا ممكن اجل موضوع الكانجي لغايه بس ما نقف على رجلينا شويه من القواعد، ونقف شويه مع الكلمات وكده، وان شاء الله ربنا يسهل باذن الله يعني. خلاص انتوا هتتخانقوا هنا صح؟ كل كانجي بيبين رمز معين، هنبداها ازاي؟ هنبدأ زي الناس، هديكوا رموز كده، هديكوا الفكره بتاعت الكانجي ماشيه ازاي، وان شاء الله هنتعلم بعد كده. وعلى فكره الكورس ده هيخلص المفروض يعني ب 10 دروس ياباني من مينا نوني هونجو، و يعني بعدد لا باس به من حروف الكانجي ده، حسب ما انا شايف، حسب ما انا هشوف ان شاء الله. وبعد كده ان شاء الله هتتعاملوا بقى، لا في ان يكون يوم جمعه بس. كل الاسئله دي هنجاوب عليها لما يجي الكانجي باذن الله، كل الاسئله هنجاوب عليها في وقتها، عشان بس انا كل حاجه هتاخد وقت. احنا بقالنا في الدوره دي بقالنا اهو داخلين في 5 شهور عادي، بس اهم حاجه تكتبي بس ال 10 دروس من الني هونجو. ولسه هتكلم مع ملتقى الدارين ان هيبقى في بقى دوره لغير المبتدئين، لغير المبتدئين يعني، لو هنكمل بقى في دوره غير المبتدئين تماما، ان هو ما انتوا بقى تكونوا انتوا بقى تاهلتوا لحاجه ثانيه، ساعتها هكمل دوره، بس انا مش هينفع ادي زياده عن كده. المحاضره اللي بعد الجايه او اللي بعد الجايه حسب يعني، بإذن الله. لا يا هبة ازاي؟ لا يا هبة ازاي؟ انا يعني عارف ان في ناس كتير عايزة تستفيد ومش عارفة تستفيد، وعايزة تاخد محاضرات ومش عارفة تاخد محاضرات، والعملية فضايعة جدا يعني. طيب تقولوا حاجة تانية يا جماعة؟ طيب قبل ما امشي، قبل ما اتكل على الله، عشان الجو انا مش قادر يعني، انا بردان جدا. انا عارف يا بسمة ان انت متحمسة، انا عارف. ولا ناخد تمارين؟ ها تعالى يا وليد، ناخد كام تمرين كده قبل ما نمشي؟ طيب يعني انا برضو هعمل برضو بول لما نشوف الانتخابات. عادي اللي بيشعر بالتعب يقول لا، يلا اما نشوف. يلا لا هتكتر ان شاء الله، الله هي اللي بتكتر. لا في صوتك هيفيد البلد. ماشي، ما نشوف مين المتقدم.
يا عايزين كام صوت كمان عشان في دلوقتي تعادل. طيب في تعادل مين صوته هيفرق؟ مش عارف، في ناس اصلا مش متابعة، في ناس مش متابعة. طب والله تعادل عندي لسه 6-6. انا لو جاتلي لقى واحدة دلوقتي هقفل على طول. في تعادل. طيب خلاص هنكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله كل يوم جمعة. ان شاء الله هنخلي المحاضرة ان شاء الله الساعة 4، و الساعة 4. لا يا بسمة، لا 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 لا. طب ما انا يا جماعة، طب اعمل ايه؟ طيب طيب الساعة 4 ان شاء الله التوقيت القاهرة بإذن الله. خلاص طيب، كل سنة وانتم طيبين، و وان شاء الله كده. انا بس عايز اطلب منكم طلب، يا ريت نعمل شيء على قد ما نقدر بالصفحة الفيسبوك، علشان لو في حد مش وصلاله يوصل ويدخل ويتعلم معانا ويمشي معانا، وعلى قد ما نقدر دايما نقعد نفيد بعض لان ده هدفنا. يا عائشة جابت السؤال. في 4 محاضرات على الفيسبوك، بس المحاضرة الواحدة بتاخد وقت مني كتير جدا للأسف. الفترة اللي فاتت كلها كان عندي طحن شغل، بس اللي انا قادر ادي فيه محاضرة علشان ما بقاش اثرت مع الناس على الدين. المحاضرة الواحدة علشان اقدر اعملها على الفيسبوك على اليوتيوب زي ما انت شايفها كده بتاخد حوالي 16 ساعة شغل. تمام، فالعملية بس صعبة شوية، فان شاء الله يعني. انا والله يعني مش عايز اوعد، بس يعني والله العظيم هتضرب. انا مش عايز اوعد، بس يعني ان شاء الله يعني لو في فرصة ان انا ابقى فاضي هعمل فيها الكلام ده باذن الله. تمام طيب، اتكل على الله، وارجو ان انتوا تشيروا الصفحة كده وتجيبوا ناس اللي يمكن ليها اهتمام ولا حاجة علشان تستفيد. وجيشو يعني قاموس، جيشو مش جيشو، جيشو قاموس. خلاص يا ابني انا مشغل البيبي، يا ابني شغلته، بس انت ارحمني. لا ما جاليش عشان التليفون كان مهنج يا وليد، بس تقريبا لو انت دلوقتي بعت حاجة هيجيلي يعني. I have mutimas حاجة او هي دي اسئلتك بقى الغريبة يا ابني، بلاش تسأل الاسئلة دي يا ابني. يلا السلام عليكم، اشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية باذن الله. مع السلامة، مع السلامة، يلا.